اللي كنكونوا باقي صغار كنكونوا صفحة بيضة بداكشي اللي كنتعلموه في الحياة باش كنلونوا ديك الصفحة. اي حاجة تعلمتها من قلبك غادي تكون نقطة القوة ديالك في المستقبل. داكشي علاش نسى تمارا العذاب سهر الليل وركز في الشخصية اللي بغيتي تكون عليها في المستقبل. الحياة دايرة بحال لعبة بابجي ولا فري فاير، البشر كيتقاتلو كل واحد كينش على كبالتو، مكين غا راسي يا راسي. إلا كنتي مسالي وما كتحركش ما غاديش يرحمك بنادم وتا واحد ما غادي يتسوق ليك. وإلا كان عندك الزهر غادي يسالي قدام لازون، لازون اللي ما كترحم حتى شي واحد، لازون اللي ممكن نوصفوها بالوقت، نوصفوها بالموت اللي ما غاديش يرحمك. وإلا بقيتي حي غادي تبقى تموت بشوية بشوية حتى يديمو الأمانة أمانتو وانتو زارك عاوتاني. وفين غادي تطيح؟ سوا في المدينة ولا العروبية؟ واش الظروف غادي تكون صعيبة ولا مرحومة؟ فرق كبير صراحة بين الأولى والتانية. المدينة فيها بزاف ديال الفرص، ممكن تقعد، ممكن صوفي، ممكن تتقراسك. أما العروبية انت أمام فرصة واحدة، سوا تكون فلاح ولا كترعى الغنم. انا الصراحة حطاتني الظروف العروبية، ما غاديش نقول للأسف حتى حاجة الصراحة ما كتبز عليك انك تبقى في شي بلاصة وانت ما مرتاحش فيها. الله خلقنا احرار وكثر من هادشي، نعم علينا بدماغ نفكروا به نلقاو به الحلول للمشاكل ديالنا كاملة اللي كتواجهنا في الحياة ديالنا. عارف موضوع كبير بزاف على دري صغير في عمره 13 عام، وانا واخا كبرت في العروبية مدام ذكرت لكم بابجي وفري فاير اكيد غادي تعرفوا باللي هنايا وصلات الحضاره. الوقت تبدلات، حتى حنا كنتفرجوا في التلفازه كنشوفوا الاخبار والمسلسلات وما بقيناش كنضويو باللامبه ولا الفتيله، حتى حنا شعلنا الضوء ما بقينا في الظلمه كاع. الحقيقه الصراحه بدات كتوضح باللي المستقبل في المدينه، واخا الحياه في العروبيه شكون غادي ينكر الجماليه ديالها، ريحه التراب البهيم وزيد وزيد. ولكن فين ساكن هنايا؟ صراحة كنا بعاد بزاف على لازون، وإلا بقيت هنا غادي يكون المصير ديالي بحال خوتي. وخا زاديت وكبرت في العروبية الأستاذة ديما كانت كتقولي بلي أنا ذكي بزاف. ديك الأستاذة كتر ما كان زوينة بزاف كنت كنبقى نشوف فيها، وكلامها كله عمرها ربطات النجاح والمستقبل في العروبية. ديما كتقولي تقرا وتنجح وتولي شي حاجة مهمة في المدينة. الأستاذ الصفاء اللي كان الوالد ديالي مزعوط فيها، فيما نكون غادي كيعطيني جبانية ديال اللبن مع سايكوك ولا بوليزة ديال اللبن كيقول لي دير الأستاذة ديالك. ديك البنت صراحة كانت بمثابة ملاك بالنسبة ليا، شحناتني بالأمل وعطاتني موتيفاسيون كبيرة بزاف. وحيت هذه حياة ولابد من المشاكل والعراقيل، الوالد ديالي كانت العقلية ديالو مختلفة، باقا كيفكر كيف ما الناس ديال زمان، كيفكر بطريقة أخرى. كان ضد أنني نقرا زعما ونمشي للمدينة وندير شي حاجة في حياتي، وكان حافظ مثل ما كيحيدوش من فمو، تبع حرفة بوك لي غلبوك. كتجي تشوف هاد الحرفة هادي كتقال حرت سرح البهيم تقلب الأرض علف الكسيبة. الطريق اللي دازو منا خوتي وكا ما بغيت ندوز منه حتى أنايا. في الدوار كتمعاشر مع ولد القيد، الوالد ديالي ما كان كيقدر يقول لي والو ملي كنمشي عندو. ولد القايد كان عزيز عليه بزاف وكان كيبغي ديما يشوفني، وانا كنت كنلقى سبانيت. داكشي علاش معظم الاوقات ديالي كنت كندوزو معاه، كنبقاو نلعبو فري فاير تولينا كنطيرو فيها بزاف. من بعد كنتفرجو في الرسوم وكنبقاو نلعبو. القايد كان موفر لولدو كلشي وكان كيجيبو غير في العطال ولا في الويكاند، وكنبقى نقصرو انا وياه. في لاج ديال 13 عام كنت انا احسن واحد في الدوار في القرايه، واخا كنت كنطير من المقله ولكن المدرسه كنت كنحك السيلو. طلعت الاستاذه باش تشوف لي مع الوالد وطلبوا باش يخليني زعما نكمل القرايه ديالي وندير مستقبلي كيف ما قالت لي هي.
قالت لي علاش، شنو السبب اللي غادي يخليه يمنعك انك تكمل القرايه ديالك؟ قلت لها سمعتو كيقول الوالده بلي خاصني نخرج من القرايه باش نعاونو. قالت لي صافي كون هاني دابا ندوي معاه. مشات دوات معاه وما خلاتش ليها فرصه نهائيا في ندوي. عيات مطلب فيه وتزوق فيه وتقول لي بلي ولدك ذكي وبلي خاص يعطيه فرصه انه يقرا ويدير شي حاجه في حياته، ولكن والو. الوالد ديالي ملي كيقول لك طارت معزاء نقول لي طارت وعلات. داكشي اللي وقع، خرجني الوالد من القرايه وقال لي تعلمتي تحسب وتكتب بارك عليك، ولو كل صباح كيفيقوني على النبوري كيعطيوني العجله وولدها وثلاثه ديال الخرفان، وكنمشي كنسرحهم كنبقى ندور بهم نهار كامل. اجي انت تعال انت، كنرجع في العشيه هما معرقينها وانا في المود ديال الجوع. داز تقريبا مده طويله من نهار خرج من القرايه. خويا العربي مشى يخدم في العيون، مشى بالاخبار الوالد، والتاني كان مداصص الاحلام ديالو بسيطه وباغي غير ياكل ويناس. وحتى انا ديما كنت كنوضه مع الوالد، ما هي مره ما هي سوش، وكنت كنبين لي بلي انا ما راضيش بهذه الوضعيه هذه. واحد النهار كنت غادي سارح الغنم واحد الصباح، وكان ديك الساعه الربيع قليل بسبب قله الشتاء، والفلاحه هنا مساكن اول ما كيفيقوا كيشوفوا في السماء على وعسى تكون الشمس مضمقه ورا الغيوم وتكون هذه بشره خير انه الشتاء غادي يطيح. ولكن والو، داك العام كان استثنائي وكلشي تنبأ بموسم كارثي. كابوس اللي كانوا عايشينو الفلاحه كاملين وعلى راسهم الوالد، حيت هذا هو مصدر العيش ديالنا هنايا. كنت راجع ديك العشيه ولقيت الوالد قدام الباب كيتكيف كازا و حاقد ديال بصح. دس من حدا وقال لي امضى ولدي علفو شويه. قلت ليه شويه وصافي، المهم قضاو الغارات. تميت غادي ويشدني من كتفي قال لي كنحس بيك كدير هادشي ماشي من خاطرك، بحال مبزز عليك. بقيت حاد راسي وما قلت ليه والو. قال لي واش تبغي تمشي للمدينه؟ هزيت ديك الهضره راسي فيه وقال لي عمك علال راه عنده كراج كبير تمايا كيبيع فيه التبان والعلف، واش تبغي تمشي تعاونو تمايا؟ بقيت كنشوف في ديك اللحظه والملامح ديال وجهي كانوا كيقولوا كلشي. بقى كيبتسم ديك اللحظه وقال لي راني دويش معاه، وقلت ليه بلي بغيت ولدي يخدم معاك وكدا ويتعلم الحرفه تما، وراه قال لي مرحبا بك يلا سير وجد راسك، غدا غادي تمشي مع المدينه. اسمع وكون راجل، هاد العام حنا ضعنا فيه ولكن الخليفه على الله. بلا ما شعرت لاحيت عليه وعنقته بالجهد، وكانت مده طويله هادي مدرتها حيت الوالد ديالنا كان قاصح شويه. مشيت كنجري ديك اللحظه بالفرحه، دخلت لداخل لقيت امي كتعجل المسمن. قربت حدا وقلت ليها غادي نمشي للمدينه امي، بقات كتعجن وكاع ما شافت فيا كاع وما دواتش معايا. قلت لها امي واش كتسمعيني؟ قالت لي قالها لي بوك. حتى لهاد الدرجه صاحي بينا؟ قلت لها ما تقوليش هكا امي، انا غادي نمشي للمدينه غادي نخدم نجمع الفلوس وان شاء الله فيكم، ثقي بيا امي هنا راه ما كاينش مستقبل. حطات والدة ديك اللحظه داكشي اللي في يديها، حلات يديها وعنقاتني في الجهد مسكينه، بقات كتبكي وكدهي معايا. داز هاد النهار وفي الليل بقيت كنفكر في الدار البيضاء، المدينة الكبيرة اللي كنت كنشوفها غير في التلفازة. بقيت سارح وكنشوف في المستقبل وكنتخيل راسي لاباس عليا راكب على الحديد ومهلي في والديا. ملي صبح الصباح الوالدة حسيت بها ماشي تلهي، جلست ديك اللحظة نفطر ولقيتها جامعة ليا الساك ديالي فيه الحوايج ديالي. عرفت ديك الصعاب اللي كان صعيب عليها دير هادشي. بقيت كنفكر والوالدة كانت حدايا كتوصي فيا، بس زعما رد البال وبلي المدينة ماشي بحال هنايا وبزاف ديال الحوايج. ما كاملاش تقريبا نص ساعة تحل الباب ديال الخيمة، دخل الوالد وقال لي يلا نوض وجد راسك، راه السيد جا وما خاصكش تعطل عليه. نوض ديك اللحظة بصعوبة
عنقت الوالده بالجهد والدموع بداو كينزلوا. هزيت الصاك ديالي وتميت غادي وقفت قدام الوالد وقال لي يا كون راجل وتذكر دائما انه الكرامة ديالك اهم من اي حاجة. كون بنفسك وعمرك ما تحضر الرأس لشي واحد. ما بغيتش اولدي نحرمك من الفرصة اللي فايت حرمني منها الوالد. فراقك صعيبة ولدي ولكن ربي كبير ولدي. عنقت والد ديالي مسكين وبلا ما نشعر بدينا كنبكيو مع بعضياتنا. اول مرة نشوف الوالد ديالي كيبكي. مشيت ديك الهضره ركبت مع السيد في الكاميو وتمينا غادين. بقيت كنشوف والدي في المرايا واقفين قدام الباب ومعانقين وكيبكيو. كانت اصعب لحظه في هذه الاستوار كامله هي هادي. كنت ديك الساعه باغي نقول للسيد حبس نرجع نجري نعيش مع والديا ناكل اللي كان ونصبر، ولكن فكرت في حاجه اخرى. فكرت اني ناجل هادشي ونتقاتل باش نفرحهم. تمينا غادين وقال لي الراجل لا مالك ياك ما تنادم معاك الحال. قلت له لا قال لي المهم انا نبغيك تكون غير معقول وتسمع الهضره واللي قلت هذيك ديرها وما غادي يخصك معايا غير الخير. بكره صاحبي وراه موصيني عليك. قلت ان شاء الله. بقينا غادين تقريبا ساعتين وصلنا للدار البيضاء. الطريق بدات كتعمر بزاف ديال الطوموبيلات ريبورتورات المطار الروينه. بقيت غادي كنشوف ومصدوم كيفاش الناس كيسوقوا في هاد الظروف هادي. من بعد تقريبا نص ساعه وقف السيد بالكاميو قدام واحد كراج كبير غير بالي يتبن داخل. عرفت بلي هذا هو المحل ديالو. نزلت ديك اللحظه وكانوا جوج ديال الرجال اخرين بقاو كينزلوا التبن اللي كان في الكاميو والعلف. من بعد عرفني اليوم وقال لهم كنقدم لكم أسامة غادي يخدم معنا هنايا وغادي يعاوننا ويتسخر لينا. المهم غادي نحتاجوه بزاف وتهلاو فيه راه با معرفة كبيرة. مشيت ديك لحظة جلست وداك السيد جاب برداتها وتهلا فيها. صراحة ارتاحيت وقلت الحمد لله. بعد ديك الدهشة الأولى ديال كازا غادي نتجاوزها هنايا. في العشية خديت الشطابة وبديت كنشطب الدنيا وكنقاد الأمور. الوضع كان مزيان وكل شي كان بخير. ملي وصل لي قال لي داك السيد صاحب الوالد يمكن لك تبات هنا ولدي راه ما كاينش مشكل. وراني واحد الكوال داخل مانطا مليوها في الأرض فوق تبن ومخدة مقلقة بالوسخ. قلت لي صافي. داز ديك الليلة وأنا مطايف غير مع الطوبات كسمع الأصوات وتخرشيش. ملي حليت عينيا لقيت كورتيج ديال الطوبات. تغمغمت في ديك المنطقة بحال لي شوا ونعاست. دازت ديك الليلة وخا كنت مولف ريحة تبان والعلف ولكن كانت ريحة أخرى عاطية بالجهد وخانزة بزاف. الطواليت كانت مبوشية والوسخ. برغم ذلك قدرت نعس. في الصباح كيف العادة جاو مع 8 سخروني لواحد الكافي مشيت جبت منه براد أتاي. السيرفر اللي عطاني اتاي في ديك الكافي بقى كيشوف فيه شوفات اللي غراب بزاف. اين فوقت ليه بلي انا في ديك المحل ديال تبن. تميت غادي بداك البراد ديال اتاي قبل ما نفوت الباب ديال القهوه. قرب من حدايا داك السيرفر وقال لي رد بالك من ميلود. ميلود هو صاحب الوالد وهو مول المحل ديال داك تبان والالف. مشى السيرفر وبقيت مصدوم ولكن علاش قال لي هكا. مشيت ديك الساعة للمحل عاوتاني سيفطوني عند مول المسمن. داز داك النهار كله سير اجي قهروني بالسخار. طلع لي الدم ديال بصح في الاول ولكن صبرت. من بعد تقريبا من سالات السيمانة الاولى ميلود عطاني 150 درهم وقال لي اسمع غير بين ما تعلمتي وشديتي الخدمة وحتى انت كضرب تمارة بحال الدراري وديك الساعة غادي نتهلا فيك. صراحة بقى في الحال حتى ورا السمانة درت مجهودي كامل. كنت كنسخر كنشطاب كنقاد الدنيا لدرجة ضربت شمارة كتار من دوك الدراري. المبلغ كان قليل بزاف
وغير العطاشة عندنا في العربية كيخدموا 70 درهم النهار. رغم ذلك قلت نصبر، غير بين ما ولفت الأجواء ديال كازا ونعرف منين ندخل منين نخرج، وديك الساعة مش نقلب على راسي. دازت تقريبا سيمانة تانية، تقهرت ديال بصح بين السخار ديالهم بين الخدمة اللي كندير، وكتر من هادشي ما كنش مرتاح بالليل، طوبات الوسخ. برغم ذلك كنت كنكابر وكنصبر وكنتقاتل، ولكن داكشي اللي غادي يوقع في نهاية السيمانة الثالثة ما كنش نهائيا ديرو في الحسبان. في ديك الليلة كنت مغمغم في المانطا، وبديت كنسمع شي واحد كيحرك الساقطة ديال الباب مع ديك الوحدة ديال الليل. تم داخل ديك اللحظة صاحب الوالد ميلود والمحال، شافني فقط ديك اللحظة وقال لي ما تخافش من والو. من صوتو الطريقة اللي كان كيتمشى بها عرفتو بلي سكرال كاو. قرب من حدايا ديك اللحظة ويبوسني في هنكي وقال لي انت بحال ولدي وعزيز عليا، جيت باش نخلصك ونزيد نتهلا فيك. جبد لي ديك اللحظة 200 درهم ومدها ليا، خديتها من عنده وقلت لي صافي غدا ان شاء الله غادي يرد لك 1000 ريال. قال لي لا 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 خودها، وزادني من فوق منها 100 درهم وقال لي اسمع دير داكشي اللي غادي نقول لك واسمع كلامي وما يخصك مني غير الخير. قلت واخا عمي الله يخلف. تميت غادي ويشدني من يديا، قربني لي وبقى كيتلمس فيا وقال لي يمكن ما فهمتينيش. اللحظه اللي قرب فمه باش يبوسني وانا نضربه بكروشي للنيف نيشان، طاح الارض وكيغوش، بدا كيعير وبغى يتبعني ومعاه كان سكران، طاح عاوتاني الارض. بديت كنشير عليه باي حاجه لقيتها في الارض، طابله كرسي كيسان. مشيت ديك اللحظه جمعت الساك ديالي درت ورا ظهري وتميت خارج. هو يوقف عليا في الطريق قال لي فين غادي، والله لا مشيتي بالله. رجعت ديك اللحظه باللور ودفعت داك الجبل ديال التبن اللي كانوا مستفينو، طاح عليه نيشان بقى كيغوت. مشيت ديك اللحظه كنتسلق داك التبن حتى وصلت قدام الباب، حليت الباب ديال المحل وخرجت كنجري من تمايا. التلفه اللي حسيت بها ديك الليله جامي ضربت لي حساب، بقيت غادي وصاك بين يدي الصحيل، كنت باغي غير نحيد من هنايا. داز واحد الطاكسي حمر وشيرت ليه، ملي وقفت ركبت معاه قال لي فين غادي يا ولدي. قلت ليه فين مكان، قال لي انا غادي جيت البارك ياسمينة. درت راسي عارف هاد الكوان هذا وقلت ليه اه واخ اديني معاك. بقيت غادي معاه الصاك بين يدي، وصلني تما عطيته الفلوس نزلت وانا قانف. تميت غادي وداك الليل تلقاو فيه غير هما اللي داز من حدايا كيبقى يشوف فيها. كانوا بزاف بنات الليل والشماكرية غادين جايين، كلشي كيتلاوح كلشي سكران. كنت غادي شات الساك والخوف كان واضح عليا، والساك بين يديا كيسحب ليهم غير ما عرفت شنو هز بين يديا. بقيت غادي وما غادي نتلقى اون فاس غير مع واحد الشماكرية كانوا كيتنونسو، كانوا كيدويو ديك اللحظة غير شافوني جاي هما يسكتو. وقفت ديك اللحظة وعرفتهم كيتناماو عليا، وعرفت ديك اللحظة بلي ما فيهاش غادي تلقاو ليا. تميت راجع باللور اللحظة اللي تمو قاصديني وانا نعطيها لدرادك، بقيت غادي كنجري بالجهد. من حسن الحظ كانوا شبعاني سيليسيون كيطيحو كيعاودو ينوضو. موقف حتى وصلت لواحد الشارع التاني اللي كيشوف في البارك ديال ياسمينة، وانا غادي بنت لي طوموبيل ديال البوليس. زريت ديك اللحظه وتميت غادي بشويه، تم سمعته ولدي تعال. درت لقيتها واحد المراه كبيره في لاج ولكن باقا كتبان زوينه، كان دايره كيلو ديال المكياج. شدتني من يدي وباستني في حنكي وقربت من ودني وقالت لي اسمع البوليس غادي يضربو دوميتور، انت خايف منهم واضح وحنا كثر منك، المهم غادي نقول لهم بلي انت ولدي باش نفلتو بجوج مزيانه. قلت لها براسي اه. هزات راسها ديك اللحظه وقالت لي شنو كاين في الساك. قلت لها غير الحوايج ديالي،
وقفوا ديك لحظه البوليس وقالوا لي هي وديك البنت اللي كانت معاها. ايه اش كديروا نتوما هنايا؟ قالت لهم والو الشيف، انا مع ولدي كنتسناو طاكسي احمر، جمعت لي الحوايج ديالو باش نديه عند باه حيت حنا مطلقين. نزل ديك لحظه داك البوليس يقلب الساك لقى فيه الحوايج وبقى كيشوف فيها وقال لي ها وهاد راجلك هذا خرج لي العقل باش يطلق مرا زوينه بحالك. دارت لي ديك لحظه واحد الضحكه، البوليس عيني ولاو كيبريو. مشاو ديك لحظه البوليس والمراه، قالت لي سير جلس تمايا حدا ديك الشجره، بين ما جا شي ضحيه وديك الساعه نتحركو. مشيت ديك لحظه جلست فوق الساك من بعيد وبقيت كنشوف فيهم. طوموبيل ورا طوموبيل كيوقفوا، من بعد طلعوا لواحد الطوموبيل وتموا غادين، وعاوتاني عاود وقفوا وتم تراجع ديك الطوموبيل مارشارير. وقفوا قدامي وهبطوا الزاج وقالت لي ديك المراه تعالى. نض ديك لحظه وتميت غادي عندها، وقفت حداها وقالت لي واش ما عندكش فين تبات؟ قلت لها براسي لا. قالت لي طلع. ركبت في الطوموبيل ومشيت معاهم. موقفنا غير قدام واحد ريزيدونس فيرمي، وطلعنا كاملين في واحد الموبل. اختنا كان واضح باللي هي مولات الدار حيت كانت غادا بثقة في النفس. وقفات ديك لابارتمون حلات الباب ودخلتنا كاملين. داتني انا لواحد البيت وقالت لي ارتاح هنايا. ردات علي الباب وكان فيه المود ديال النعاس، غير حطيت راسي مشيت. في الصباح حليت عيني الصقيل، حليت الباب بشويه لقيت واحد ختنا ناعسه في الارض من غير هدوم، وداك خونا من الطوموبيل كان مجبد من لهيه حتى هو بحاله. تصدمت هادشي فايت كنشوف غير انا ولد القايد في التليفون. اللحظه اللي رجعت ديك اللحظه للبيت نجيب الساك ديالو ونهرب من هنايا، ختنا في الله ديك المراه فاقت، بدات كتغوت وكتهلل عليهم حتى نوضاتهم من تمايا. جات دخلت عندي وقالت لي ارتاحيتي شويه؟ قلت لها شويه. قالت لي خساره انت باقي صغير، كون ارتاحيتي بزاف. الهضره وحلات لي ديك اللحظه، بقات كتضحك وقالت لي سير دخل دوش وبدل الحوايج كصاحبي وانت فيك ريحه البقر، انا غادي نخرج نجيب لكم ما تفطروا. بقيت كنشوف حوايجي وقلت الله يلا بصح. هزيت الساك ديالي ديك اللحظه دخلت للدوش، دوشت وبدلت حوايجي وخرجت برا. وبقيت جالس في الصالون الساك حدايا. جات ختنا في الله ديك اللحظه وعمروا الطابله مزيان. في ذاك الوقت تم غادي ديك الراجل وقال لهم الله يهنيكم. نقزات ديك المراه وقالت لي الله يخلف، ويطلق عاوتاني ديك الضحكه. بقيت كنفكر وكندي وكنجيب معاهم في الكلام، وعاودتهم داكشي كامل اللي وقع ليا بالضبط، وداكشي اللي جيت ندير على قبلو الكازا. تفكرت ديك لحظه الوالدين ديالي، وبقيت كنقلب في السروال واحد الجيب، وجبت منه واحد الورقه كانت مقيد فيها النمره ديال الوالد. قلت لديك المراه عافاك ندوزي ليا مكالمه، بغيت نقول الوالد هادشي اللي وقع. دويت مع الوالد وعاودت ليه بلي ما بقيتش مع ميلود. في نفس الوقت قام عاودت لي داكشي كامل اللي وقع. حدو سولني شنو كدير دابا، كذبت عليه وقلت ليه بلي راني خدام في واحد المطعم. قطع معايا التليفون وقالت لي ديك المراه شنو كتفكر دير انت دابا؟ انت باقي صغير وكازا صعيبه عليك، كون غير رجعتي للدوار ديالكم. قلت لي عارف بلي كازا صعيبه بزاف، ودابا انا خاصني نخدم. قالت لي بلاتي نشوف لك الا عندك شي سهر. جبدت ديك لهضره التليفون ديالها وبقات كتقلب في لاليست. دوات مع شي 20 واحد، كلهم قالت ليهم حبي. واحد منهم قال لي ها خويا عنده واحد السيبر خدام فيه غير بوحدو، كضرب فيه تماره وما كيساليش كاع نهائيا. الدري الا ما كانش عندهم مشكل نشوف لي معاه مرحبا. قالت لي عافاك غير شوف لي. قطعت مع ديك اللحظه وقالت لي في العشيه غادي يخرج من الخدمه وغادي يدوز لك نيشان ويديك عند خونا في الله. قلت لها شكرا بزاف. داز داك النهار وختنا في الله تليفونها ما كيزقاش من المكالمات. في العشيه جا داك السيد، نزلت عنده وركبني معاه في الطوموبيل وتحركت انا وياه.
داني نيشان قدام باب داك السيبر. دخلنا والداخل كانوا بزاف ديال الناس جالسين كيستناو النوبه ديالهم واللي جالس في البيسيات. كانت الروينه لداخل وخو داك الراجل كان مشغول مع شي كليان. ملي مشى ورحب بيا مسكين وقال لي شوف مرحبا بك هنايا وراه كاينه السده الفوق تقدر تبات فيها والمدام غادي نوصيها عليك مرة تفكرك بالماكلة. ولكن انا كان بغي غير المعقول وما غادي يكون غير خاطرك والنصيحة اللي غادي نقول لك هي ما تدسر عليك تشي واحد هنايا. كاينين بزاف ديال الدراري باسلين. المهم انت تما وانا عارف صعيب عليك هادشي اللي كتشوف دابا بيسيات وكدا ولكن ماشي مشكل بشوية بشوية غادي تتعلم. المهم السيبر يكون نقي. ورد البال اللي يسلت ليك شي واحد وحده مع الشفارة هادشي اللي كاين. قلتي صافي الله يرحم لك الوالدين. عجبني الحال وانا وسط داك السيبر. دراري كانوا قدي قاسين هاللي كيلعب هاللي كيتفرج. نشوفهم كيحركوا السوري وكيكتبوا في الكلافي الحاجة اللي كنت كنشوفها غير في التلفازة. دوز ديك الليلة في السدة جاب لي مسكين داك الراجل العشاء. تعشيت وارتاحيت. الصباح كيف ما وصاني حليت مع تسعود شطب الدنيا ورديت داكشي كامل كيف ما كان وبداو كيجيو الناس. جا داك الراجل وبقيت مراقبو شنو كيدير كيفاش كيتحرك كيفاش كيقاس البيسيات كيفاش كيبرونشي الكابليات. من بعد جلس قدام البيرو وبقى خدام مع الناس. السيبر جا في حي شعبي وكانوا كيدخلوا ليه بزاف ديال البراش نفس دوك البراش اللي ما كانوش كيحيدو من العتبة ديال الدار اللي ملاصقة مع السيبر وكانوا كيقصروا فري فاير. كسمع غير فنشو وما كيزقاوش من الغوات. ما كملاش تقريبا سيمانه سماوني العروبي حيت كنت مجمك في السيبر و اي واحد وصاني على شي حاجه ما كنديرهاش. ولكن اللي ما كانوش عارفين هو كنت كنطير في ديك اللعبه اللي كيلعبوها هما. الخدمه الصراحه والاجواء كنت مرتاح فيها. داكشي علاش كنت حريص ما نديرش شي حاجه خايبه اللي تخلي عمي عثمان يجري عليا. كملت السيمانه وعطاني مسكين 300 درهم. كنت فرحان بها بزاف برغم انني كناكل في النهار كامل في سيبر. رغم ديرك مسكين قامت تحاسب معايا كاع. دازت تقريبا 20 يوم من نهار حطيت رجليا هنايا غير كيسد عليا عمي عثمان. كنشعل البوست وكنبقى نخربق في السوري وكندخل لي باج كندخل يوتيوب وكنبقى نتفرج حتى ربع الصباح. ما كان ناس حتى كان بلونتي داك البيسي. نهار الجمعة ما كان حلو الصباح كاع. كان خرج في الصباح كان بقى ندور تمايا ولا كان بقى جالس قدام العتبة ديال الباب ديال المحل. في داك الصباح جاو دوك البراش عاوتاني كيف العادة وقالوا لي العروبي دير معنا مزيان. قلت لهم شنو بغيتو؟ قالوا لي عافاك عطينا الكود ديال الواي فاي راه بدلتو البارح. بقاو كيطلبو فيا وكيزاوقو وعطيتو اليوم. وخا صراحة وصاني عثمان ما عطيت حتى شي واحد. قلت لهم شوفوا ما تبقاوش جلسوا هنايا وسيروا قدام ديك الدار اللي بعيده شويه وجلسوا. قالوا لي شكرا بزاف العروبي ومشاو. بقيت كنسمعهم من بعيد كيدوا على روم مروم وعرفتهم غادي يلعبوا مع بعضياتهم. ملي دخلوا لي تفرقوا على بعضياتهم باش كل ينشعل كبالتو. جا حدايا اصغر واحد فيهم ومخرج عيني في التليفون. كان واضح بلي خايف بزاف بحال داير كومبا ديال بصح. قلت ليه مالك ما كتعرفش؟ قال لي براسو لا. مديت ديك اللحظه يدي وقلت ليه راه التليفون. خديت من عندو التليفون بقيت كنلعب وبديت كنتكي فيهم واحد ورا واحد. ما كملتش تقريبا ربع ساعه ربحتهم كاملين وجبت الوين ومديت لي تمتم التليفون. جاو ديك اللحظه ضاروا بالبراش وقالوا ليه كذاب كي درتي ليها؟ الدري مسكين كان عاجبو الحال وقال لهم انايا. ولكن ملي دوروها لي وقالوا لي بلي درتي الهاك بقى الدري واقف مصدوم وما لقى ما يقولوا شويه وهي الصبعو ونعت فيا وقال لهم بلي هو اللي لعب في بلاصتي. الدراري ديك اللحظه تصدموا فيا واستغربت علاش حيت في العربيه كنت كنعتبر انا وولد القايد لعبه تافهه. كنبقاو نتكيو بنادم وما كاينش كاين زعما حماس. يقول لي بلي حنا ولينا محترفين فيها من كثرة المال اللي كان عندنا تما في العروبيه. كنا كنبقاو غير كنلعبو بعد مرات
12 ساعة 13 ساعة ما كناش كنخسروا كاع. قربوا ديك اللحظة من حدايا الدراري وقالوا لي انت هاكر. بقيت كنبتسم حيت هذيك كانت اول مرة غادي نسمع هاد الكلمة هادي، وقلت غادي تكون غير زايد على ديك الكلمة ديال العروبي. بقيت كنضحك وقلت لهم ما عرفتش شنو كتقصدوا، ولكن انا راه ما درت والو، لعبت وصافي. اصلا هي لعبة سهلة بزاف. قالوا لي لا ماشي لعبة سهلة، انت هاكر، حيت كون لعبتي معنا عادي والله ما تربح، حنا احسن وحدين هنايا. قلت لهم دراري صافي بصح انا هاكر، يلا سيروا حيدوا من هنايا، راكم غادي تنوضوا لي الصداع مع عمي عثمان، وغادي تندموني كاع حتى عطيتهم كود ديال الويفي. ملي سمعوا هكا وما يمشيو، رغم ذلك بقاو غاديين وكيشوفوا فيا، وكان واضح بلي مصدومين. داز داك الصباح ورا الجمعة حلينا المحل عاوتاني وبدينا الخدمة ديالنا. ديك العشية بالبلاد ديال بصح بالبراهش اللي كيدخل كيدير نص ساعة وكيبقاو مقابليني من بعيد. عرفت ديك الساعة بلي خباري غادي تكون داعش مع البراهش. بقات الحياة غدا نورمال. دوك البعالك اللي كانوا ساكنين في داك الحومة سماوني الهاكر العروبي، وليت بحال شي نجم في داك السيكتور فين ما كيبغيو يلعبوا روم مع شي وحدين اخرين كيعيطوا ليا. كنتكي ليهم بنادم. كل نهار كنت كنسمع ديك الكلمه ديال الهاكر العروبي. واحد الليله ما كان عندي ما يدار، غير سديت المحل مشيت لجوجل وبديت كنتهشى. ماذا تاني هاكر؟ كان عندي غير فضول في الاول، نعرف شنو كتعني هاد الكلمه هادي، حتى لقيت راسي سارح صفحه ورا صفحه وانا كنقرا بزاف ديال المعلومات على هاد المجال هذا. هادشي اللي وقع الصراحه كان في الصالح ديالي، وخلى عندي شعبيه كبيره مع الدراري، وما بقيتش كنحس بلي انا براني على الحومه، وانا عايش في داك السيبير كل نهار كنتعلم حاجه جديده. عمي عثمان ما كانش كيبغي يوريني بزاف ديال الحوايج، داكشي علاش حتى انا ما كانش كنقول ليه وريني هادي ولا كيفاش كدير هادي. في المقابل كنت كنسرح عينيا من بعيد وكنبقى مراقبه كيفاش كيتصرف شنو كيدير، وبهذا الشيء كنت كناخذ من عنده المعلومه صحه بالطريقه ديالي، كيفاش كيصايب سي في، كيفاش كيغرافي، كيفاش كيكتب شي موضوع، كيفاش كيطلق الدراري السوايع من البروغرام اللي كان انستالي في البيسي. دماغي كان خفيف بزاف، وكنت كنتطور بهذه الطريقه اللي غريبه. ما كاملاش تقريبا 3 شهور السوري اللي كنت كنترعد فيها بالاول وليت كنطير فيها، وليت كنسكاني كان امبريمي ما كاينش مشكل. الفلوس اللي كنت كنضرب عليهم تمارا وكنصورهم ما كنت كناخذ منهم حتى ريال، وكلهم كنصيفطهم ترونسفير نيشا الوالد والوالده. برغم انني كنت مرتاح وعاجبني الحال، ولكن صراحه ما كانش هذا هو الطموح ديالي. و300 درهم في السيمانه ما دايره والو. من بعد تقريبا 4 شهور وانا هنايا في سيبير صراحه بدا كيجيني الملل، وبديت كنفكر نمشي نقلب على راسي في بلاصه اخرى. وخا البراش في الدرب كانوا كيديروا لي قوق باش نعلمهم زعما كيفاش كيديروا الهاكر، وانا ما هاكر متوسع، ومنهم نيت اللي كان مستعد يعطيني الفلوس. كلمة هاكر بدات كتردد في داك الدرب وكتبارطاجها مع الناس والجيران، خلت اي واحد عنده مشكل يجي عندي السيبر، اللي مشى ليه الفيسبوك اللي تبيرات على الكونت ديالها، كلشي كان كيجي عندي لدرجة مول السيبر كان كيدور فيا وكيقولي علاش نوضتي على راسك النحل، يلا فكها دابا. داكشي علاش واحد العشية صدمتهم كاملين، وقلت لهم بلي انا ماشي هاكر وبلي غير كنلعب مزيان وصافي. يمكن قلت ميت دار في العربية خلاتني نكون مميز في هذه اللعبة، ولكن انا راه ماشي هاكر. برغم ذلك السميه اللي طلقوا عليا بقات هي هي، وكانوا كيضلوا يتسناوني كل نهار حتى تسد السيبر باش نلعب معاهم. بصراحه كانوا دراري دراوش وما كانوش كيخليوني بلاش اتاي الحلوه العشاء الكسكسو نهار الجمعه. واحد الصباح فقش معطر شويه واستغربت بلي السيبر مازال مسدود. خرجت ديك لحظه غسلت وجهي كصحاب لي بلي داك نهار الجمعه الساعه كانت غير الاربعه. بقيت واقف قدام السيبر في الاخر
مشيت لدار عمي عثمان حيت تعطل بزاف وكاع ما موالف عليه كاع. وصلت قدام باب دارهم ولقيت بزاف ديال الناس واقفين، واول حاجه طاحت لي في بالي يكون مات. بقيت مخلوع ديك اللحظه في هذا الوقت. نزلت مرتو كتجري مسكينه وكانت كدير في الزيف ديالها. سولت واحد الراجل وقال لي السي عثمان مسكين دارك سيده خايبه بالموتور وراه داو السبيطار. بلا ما نشعر مشيت كنجري ديك اللحظه قدام الطوموبيل اللي ركبت فيها مرات عثمان. شافتني وحلات الباب وطلعت ركبت معاهم. كانوا كيبكيو وكانوا ولادو حتى هما مساكن. اثروا فيا بزاف وبديت كنبكي معاهم. عمي عثمان واخا كان كيقمعني بزاف بعض المرات قدام الناس، ولكن الصراحه كان حنين معايا طوال هاد المده. وصلنا السبيطار دخلنا عندو لقيناه مسكين مهلوك، مهرس من رجليه ويديه ووجهو محرود واكل هادي بصح. من بعد دخلوا للبلوك ودوزنا داك الصباح كله في السبيطار. دوز عثمان تقريبا 3 ايام في السبيطار. من بعد داو للدار. الناس كانوا كيجيو كل نهار السيبر، كيوقفوا قدام السيبر حتى كيعياو كيمشيو في حالاتهم. وانا صراحه ما كنتش قادر نحل ليهم حيت مسؤوليه كبيره. اليوم الرابع مشيت عند عمي عثمان للدار ديالو، وقلت ليه بلي كيجيو الناس بزاف وراه كيمشيو لواحد السيبر اخر وبهكذا كنخسرو كليان. قال لي انت كتشوف ما نقدرش نخدم بحال هكا. قلت ليه بصح عثمان، ولكن راه بهكا كنخسرو الكليان ديالنا، خليني نحل انا المحل. قال لي لا لا بزاف عليك ولدي، المحل غادي يغلبك. قلت لي المحل جوا وسط السيكتور ديالنا، الناس كيعرفوني وكاينين الكاميرات، انا قاد به. ثق بيا عثمان، عاكي نشوف فيه. وقال لي واخا، المهم الا وحلتي في شي حاجه عيط ليا. قلت لي كون هاني. خرجت من الدار وغادي نطير بالفرحه. مشيت حليت السيبر وبداو الناس كيجيو. دخلت واحد جوج براش عطيتهم من الساعه لواحد باش يبقاو خدامين معايا. يحذيو لي اصحاب العباسيه وصحاب سهلاته. بقيت خدام كنصايب سيفيات كنخرج بوحوش الفلوس كتدخل. ما كملاش تقريبا 3 ديال السوايع دخلت تقريبا 500 درهم. داك الوقت حسيت براسي نيت حوفار ديال بصح. سيمانه وانا كنجري وكنطير وكناخذ غير 300 درهم. في الوقت اللي 500 درهم دخلت في 3 ديال السوايع. بقيت خدام ما كنزقل حتى شي حاجه، اللي جا كنقضي معاه. في الليل حسبت الحساب ولقيت 1300 درهم ديال الرباح. جمعت الفلوس ودرتهم في واحد الجوا، سديت السيبر ومشيت نيشان لدار عمي عثمان. دخلت جلست حداه. قال لي باينه تهلكتي ديال بصح، ولكن باينه مكانش تمر عندك. مادام عيطتي ليا ما والو، اذا ما جوش الناس ماشي مشكل. المهم بعدا هو تبقى حال المحل والناس يلقاو المحل محلول. بين ما صحيت انا ونرجع نقضي لبنادم الغرض ديالو. قلت ليه كون هاني، ما زقلت حتى شي واحد. عطيتو الفلوس ديك اللحظه وقال لي شحال دخلات. قلت ليه 1300 درهم. ناض ديك اللحظه من بلاصو وقال لي ما يمكنش، عمرني في حياتي وصلت لهذا المبلغ هذا. واش انت متاكد عندك يكون شي واحد غلط في الحساب ولا شي حاجه؟ تخلعت ديك اللحظه وبقيت كندوي مع راسي. اوه عندك زعما يكونوا فلوس قلال ويتهمني بلي شورت لي شي حاجه. قلت لي عمي عثمان راه ريال واحد ما خديتو ليك، راه الكاميرا كاينه. قال لي لا ما فهمتينيش، انا راه عمرني ما فتت 550 درهم في داك السيبر، كي درتي لا؟ قلت لي داكشي كامل اللي كنتي كدير شديتو في راسي وتعلمتو، وجات الفرصة اليوم باش نطبقو على الأرض الواقع. جات ديك اللحظة ختو بانو ليها الفلوس وقال ليها كنزة شوفي تبارك الله أسامة النهار الأول شحال تصور في السيبر، وأنا بتمارة ديالي وتقاتيل ديالي عمرني وصلت لهادشي. المشكلة كنزة هو أنني عمرني علمتو شي حاجة، وكيف ما كيقول كاع ما كمل القراية ديالو كاع، هو يلاه جا من العروبية. استغربت ديك اللحظه وقالت لي انت ذكي بزاف تبارك الله ولدي، دري بحالك خاصو يكمل القرايه ديالو. قال لي يا عمي عثمان ديك اللحظه نعاونك باش ترجع للقرايه ديالك. قلت لهم القرايه تعلمت فين نكتب ونقرا، دابا انا باغي الفلوس. بقات كتشوف فيا
وقالت لي الفلوس ما غاديش تديرهم من السيبر. قلت لها بصح، وحتى انا كما قلت هادشي كاع. نوض ديك اللحظه تميت غادي وقال لي يا عمي عثمان هاك خذ 300 درهم، المجهود ديالك ديال اليوم. خرجت ديك اللحظه فرحان بديك 300 درهم، وعطاتني موتيفاسيون باش نوض عاوتاني الغد ليه بنفس الحماس. جلست هاد الليله في الصباح عاوتاني حليت عينيا، كنت كنشطب في المحل. الصباح كتكون الدنيا خاوي كيعجبني الحال. وذاك الوقت دخلت واحد البنت وكان واضح باللي مغربيه، وكانت مع واحد قاوريه. قالت لي عافاك خويا الهاكر العروبي، شي دري كاين هنايا؟ قلت لها ويلا انا هو انايا ياك لاباس. قالت لي عافاك السيد راه جايه من امريكان، وقع لها واحد المشكل في البي سي ديالها. جبدت ديك اللحظه القاوريه البي سي ديالها وشعلاتو، كان طالع فيه واحد الميساج والصورة زرقاء. بقات كدوي القاورية وكتبكي، والمغربية كانت كترجم ليها. قالت لي بلي عندها معلومات مهمة في داك البي سي، وبلي مشاو ليها، وبلي هادشي خطير بزاف. قالت لي نعطيك اللي بغيتي غير لقى لي الحل لهاد المشكل هذا. راني شاكة بلي شي هاكر اللي اخترق ليا البي سي. بقيت واقف مصمر في بلاصتي، كيفاش غادي نشرح ليهم بلي غير البراش اللي مسمين عليا الهاكر العروبي، وبلي انا بيني وبين هذا المجال غير الخير والاحسان. القاوري شافتني مسكينه سارح، كنفكر في هذا المشكل اللي فيه انا دابا، وكسحب لها بلي كنفكر في الثمن اللي غادي نقول لها. في ذاك الوقت قالت لي اسمع نعطيك 5000 دولار غير فك لي هذا المشكل هذا. بقات فيا بزاف مسكينه، ملي صدمت بلي ما كنعرف والو على الهاك وما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء. هزات البي سي ديالها وخرجات وهي كتبكي. بقيت واقف بحال الحمار، واصلا حسيت بلي راسي بحال الحمار ملي كانت كدوي بلونجلي وانا ما كنفهمهاش. مشاو خوتنا في الله ومشيت لجوجل وبديت كنكتب كم تساوي 5000 دولار بالدرهم المغربي. تصدمت ديك اللحظه ملي لقيتها 5 مليون. بقيت كنمسح وكنعاود نكتب من جديد، وعاوتاني كطلع لي 5 مليون. في ذاك الوقت دخل واحد الدري استاذ كان كيدير السوايع للدراري. طلقت ليه البوست ديالو وقلت ليه قول لي 5000 دولار شحال كتساوي مغربيه؟ قال لي 5 مليون. قفزت ديك اللحظه من بلاصتي وخرجت كنجري من السيبر، ولكن ختنا في الله غبر لي الاثار. كنت باغي نموت مع داك البي سي، واخا ما عنديش مع الهاكر كنت غادي نخرج منه شي حاجه ما كيناش غير على ود ديك 5 مليون. ضيعت بريكول ديال بصح، خصوصا عثمان ما كاينش هنايا وكاع ما غادي يخشي معايا صبعو. هو بقيت واقف برا مصدوم وكنفكر في هاد 5 مليون. اواه، في وسط هاد الصدمة هادي وقف علي واحد مشرمل وقال لي يا عشيري صايب لي السيفي الله يحفظك وتعامل معايا، عندي غير 3 جرام وباقي باغي ندير لها الفوتوكوبي. بقيت كندوي مع راسي اويلي اويلي 5 مليون، كوراني شريت بها تراكتور للواليد وما يبقاش يحرش بداك الحمار. دخلت ديك اللحظة السيبر، جلست حدايا داك الميكروب، والحمد لله انا وكان عارف سميتو وكنيتو، اما تاريخ الازدياد متلفو، والنمره قال لي دير ديالك وباش قادها قال لي عافاك دير نيفو باك ودير شي خدامي من راسك. داز هاد النهار ملي مشيت عند عمي عثمان الدار ديالو عاودت لي هاد البلا اللي وقع. تصدم وتعصب وقال لي كان عليك تعيط عليا صاحبي. قلت لي واش انت هاكر؟ قال لي لا، ولكن نقدر نعالج ليه المشكل. قلت لي مدام بغات تعطي دوك الفلوس كامله، اذا السيده يمكن باغا هاكر. قال لي دخل سوق راسك سيدي، وهاد المره ملي كيجي بريكول بحال هذا كتعيط عليا واش كتفهم؟ كانت هذه اول مره غادي يغوت عليا بهذه الطريقه هذه. بقيت حاضر راسي وقال لي ما تديش عليا صاحبي، اسمح لي ولك راه 5 مليون صاحبي. المهم مره اخرى متعاوداش. قلت لي قول لي يا عمي عثمان علاش ما فكرتيش انك تعلم الهاك
وخنتح داك البيسيات وكل شيء. قال لي صعيب بزاف، ماشي غير اجي وتعلم الهاك. قلت لي زعما انا نقدر نكون هاكر؟ حبست الضحكه في الاول وقال لي ركز يا ولدي، ركز في الصحيح وخلي عليك هادشي. عمي عثمان كيسحب لي هرسني بكلامه، ولكن انا عاد كنت زدت موتيفيت. رجعت للسيفيرس ديت الباب وهبطت الريدو وجلست قدام البيسي. هاد المره كما كتبت ماذا يعني الهاك، كتبت كيفية تعلم أساسيات الهاك. بقيت كنبحث ولقيت بلي هاد المجال في نفس الدومين اللي فيه انا دابا، وبلي النظام اللي خدامين بيه دابا هو الويندوز، وهو اللي تولدت منه هاد الكلمة هادي. بقيت كنقرا ديك الليلة حتى داتني عينيا في بلاصتي. خديت معلومة مهمة كيفاش كيصايب النظام والأساسيات ديالو، وختمتها بأعظم هاكرز دازو في التاريخ وكيفاش الأغلبية ديالهم كانوا غامضين وما كانوش معروفين عند الناس اللي قراب ليهم ولا أصحابهم، يعني حتى واحد ما كان عارفهم بلي هما هاكرز، وكيفاش كانوا كاتبين عليهم وكيمجدوا فيهم، واخا داكشي اللي كانوا كيديروا خايب. عرفت ديك اللحظة بلي الهاكر هي نقطة القوة ديالهم. داز ديك الليلة ومن داك النهار وانا كنتعلم حاجة جديدة. التركيز ديالي كان كله باش نولي هاكر، بصح كان حلم كبير بزاف ومستحيل، ومن الموضوع الاول كتعرف بلي هاد الطريقة هادي طويلة بزاف وما غادي يوصل فيها غير مول نفس طويل. بديت كنتعلم كيفاش كيخدم نظام تشغيل ويندوز ولينكس اللي انستاليتو في هاد البيسي، وما كنش كنخدم بيه حتى كنكون بوحدي في السيبر. لقيت بزاف ديال البرامج والادوات اللي كتمكنك انك تخترق اي جهاز بسهوله، ولكن انا كنت كنقلب على الاساسيات، كنت باغي نتعلم داكشي من الجدر ديالو. الصراحه كاين بزاف ميد درف هاد المجال، الا بحثتي بزاف غادي ترون الدماغ ديالك. داكشي علاش خاصك تمشي خطوه خطوه. بديت كنركز مع لغات البرمجه PHP، جافا سكريبت، بايثون والسي والجافا. كل واحد فيهم كنت كنعطيه وقته مزيان وكنفهمه مزيان. بقات حياتي غدا نورمال، ما كملاش تقريبا 3 شهور بدات كتسرح معايا عقليه الهاكر، وبدا هادشي كيبان عليا سوا في كلامي اللي ولا قليل بزاف، وما بقيتش كنبغي نلعب مع البراش، ما بقيتش كنبغي نجادل بنادم بشي حاجه اللي تافهه. كنت كندوز النهار كامل باقل مجهود، ما كندويش بزاف، كنحافظ على الطاقه حيت عارف غير غادي تسد السيبر غادي تحل باب اخر، هو باب المعرفه في هذا المجال هذا. ملي رجعت من المحل خفاف عليا الضغط شويه، داكشي علاش بديت كنسرح كثار في هذا المجال هذا. طوال هاد المده حتى واحد ما كان عارفني شنو كندير، وحتى الا كنت جالس في البيسي وجاو البراش جلس وحدايا تمتم كنجبد اللعبه ديال الدوده، كنعذبها مزيان حتى كنمشيو في حالاتهم. بقيت كنبحث وكنقلب وكنفهم حتى وصلت لواحد الطريق اللي هي مسدوده، وباش نكمل خاص ضروري نكون كنفهم اللغه الانجليزيه. اغلب الهاكرز في العالم كامل دواو على هاد النقطه هادي، باللي على الاقل خاصك تكون كتفهم على الاقل 50% في اللغه الانجليزيه باش تقدر تفهم الكودات مزيان والباتشات. بصراحه هادشي كان محبط بالنسبه ليا، وكنت على بونت نقول صافي اش داني لهاد الصداع هذا، كنت غادي نفشل ونبعد من هادشي كامل. ولكن في واحد الليله كان عمي عثمان ديال الصداقه في الدار ديالو بسبب ديك لاكسيدون اللي كان وقع ليها، حيت زعما كتب لي الله عمر جديد. ملي كنت معاهم في الدار كناكل هضره جبد هضره، وعرفت بلي كنزاخة عثمان هي أستاذة في اللغة الإنجليزية في شي إيكول بريفي. تمتم لحت على غير بالضحك، قلت لها الصراحة كيجيو بزاف ديال الناس كيبغيو يصايبو سيفيات بلونجلي، ولكن حتى واحد ما كيفهم داكشي علاش كنرجعوهم في حالاتهم. الصراحة ما كرهتش نتعلم لونجلي. تصدمت ديك اللحظة من ردة الفعل ديالها ملي قالت لي اها فكرة زوينة هذه،
مرحبا بك. شوف، وقت ما تسدوا المحل ديالكم جي عندي الدار وغادي ندير معاك حصص. عينيا كانوا كيبريو بالفرحة، عجبني الحال بزاف. وفي ديك الليلة وسط الناس اللي كانوا حاضرين كلهم، بديت كنطبق واحد أسلوب لا إراديا، وهادشي الصراحة كنت عارفه غادي يوقع، وكنت عارف بلي كل ما تعمقتي في هاد المجال هذا الشخصية ديالك والطباع ديالك غادي تبدلو. وفعلا داكشي اللي وقع. كل نهار كنكمل الخدمة كنمشي للدار ديال عثمان، كنتلاقى مع الخوادري ديالو كدير معايا مسكينة حصة في لونجلي، وكنصدق فايز بحصة والعشاء من الفوق. ما كنت كنغيب حتى شي نهار، لدرجة خات عثمان ما فهمات فيا والو. كل ما شافتني مسكينة متحمس كانت كتزيد تحمس معايا. لونجلي اللغة اللي اكتشفت بلي هي ساهلة بزاف، وانا اللي من قبل كنت عارف فيها كلمة واحدة هي فاكيو، تعلمتها من شانيل دو في وسط عالم كبير ديال التكنولوجيا. بقيت غادي مغرق بزاف، والسيبر خلاني عايش في عالم افتراضي، والحلم كان غادي وكيكبر كل نهار. وكنت باغي نولي هاكر عالمي، نصافي الوالدين ديالي ونحيدهم من القحط، وندير داكشي كامل لنفسي فيه. معرفش الصراحة واش هادشي كامل كان صدفة ولا يمكن قانون الحياة هو هكا داير. في الأول ملي كنت كندوز من حدا الدراري وكانوا كيقولوا لي الهاكر العروبي، كان صراحة كيبقى فيه الحال، ولكن دابا العكس، وليت كنحس بالفخر. حيت ديك الساعة كنت خديت فكرة على شنو كتعني ديك الكلمة. داس مدة طويلة وأنا بعيد على الدوار، بعيد على والديا، على خوتي، وكنت عارف دوك الريالات اللي كنصيفط لهم ما غادي يديروا ليهم والو، وما غادي يغيروا والو من حقيقة وحدة، هو أنا ووالدي مساكن عايشين في الفقر. وأنا فعلا توحشتهم بزاف، وعارف بلي حتى هما توحشوني كتار، خصوصا الوالدة ديالي، حيت أنا هو الصغير في خوتي وتعلقات بيا مسكينة بزاف. ولكن كيف ما قلت من قبل، كنت مأجل هاد المشاعر هادو ومركز في حاجة وحدة، شنو باغي ندير. من بعد تقريبا 7 شهور وانا كناخد دروس من عند خت عمي عثمان، ولي الصراحة كانت كدير معايا مسكينة مجهود كبير، بديت كنحس باللي قادر نفهم ونخيط الكلمات ونعرف المعاني ديالها. وكنت كنزيد نعاون راسي في البيسي، ما كملتش تقريبا عام ونص من نهار حطيت رجلي هنا في السيبر، شخصيتي تبدلات 100%، وليت كنفهم لونجلي، وزدت عمقت مزيان في مجال ديال الاختراق، فهمت الكودات ونقاط الضعف والقوة ديال الأجهزة، وفهمت تقريبا كل شيء لاش كيصلح، الجافا سكريبت والسي اس اس والاش تي ام ال والا بلس. من بعد تعلمت مزيان الام سي اس ا ديال مايكروسوفت، من بعد تلاحيت المناهج ديال نيتورك بلاس والسيكيورتي بلاس والسايبر اوبس، من بعد نقصت الكريبتوغرافي باش نتعلم التشفير. كل مرحلة كانت صعيبة من الأولى، ولكن كانت متعة كبيرة بزاف. خديت هادشي كامل تحدي وبحالة كنت كندوز طاجات، كل ما كنت كنزيد نتعلم كل ما كنت كنحس باللي أنا قوي. تعلمت ديك الساعة الأساسيات كلهم، وخديت فكرة أنه الهاكر من غير ثغرة يتسمى لا شيء. هنا كيجي الذكاء وردة الفعل اللي كتلعب دور كبير بزاف أنك تكون هاكر قوي. داك شوية ديال اللغة الإنجليزية اللي تعلمتو حل لي بزاف ديال المجالات، خلاتني نربط علاقات مع ناس من العالم كامل، وكنت بردو داك الشي كامل اللي كنعرفوه، الأفكار والنصائح. ملي حسيت بلي رسميا قادر نخترق أي حاجة، كان لابد نختار أشمن صنف غادي نخدم عليه. كانوا 3 ديال الأصناف، وكان لابد نختار منهم واحد. الصنف الأول هو الهاكر ذو القبعة البيضاء، للدور ديالو هو الحماية وإصلاح الثغرات، والهاكر ذو القبعة الرمادية اللي بينه وبين مصلح ومفسد. في النهاية حسيت باللي ارتاحيت للصنف الثالث اللي هو الهاكر ذو القبعة السوداء، قبل ما تدير نفس الخطأ اللي درت أنايا. قبل ما تفكر تدخل لهذا المجال حدد في البداية شنو باغي تكون، سواء هاكر أبيض ولا أسود ولا رمادي، حيت هادشي ممكن تختصر بيه بزاف ديال الطريق.
كنت بحال شي نبتة تغرسات في داك السيبير، وكل نهار كتكبر. وتا واحد ما كان عارف هادشي، بلي من داك السيبير غادي يخرج اخطر هاكر في المغرب. تعمقت بزاف في هاد المجال لدرجة وليت كنعرف بزاف ديال الادوات والمناهج اللي اغلب الهاكرز ما كيحتاجوهمش نهائيا كاع، ولكن انا كنت كنتعلمهم. ما تعرف كل شيء ممكن. الليلة اللي غادي نجرب فيها اول اختراق كان سبيسيال بالنسبة ليا. جربت نخترق تليفون ديال واحد البنت كانت كتجي عندنا السيبر، وصراحة كانت كتعجبني بزاف. كانت تقريبا قد فلاش، ولكن المؤهلات العكس. كنت خديت النمرة ديالها باش نصايب لها واحد كونت في جيميل، ومن داك النهار ما زعمت ندوي معاها كاع. المهم صايبت واحد الباتش ودمجته في واحد الفوطو ديال واحد خطنا في الله جبتها غير من جوجل، وصيفطت لها ديك التصويره في الواتساب ديالها. اول ما قرات الصوره صيفطات لي علامه استفهام. قلت لها اختي سلمى عاودي صيفط لي التصويره ديالك وتكون احسن من هادي. قالت لي شكون سلمى وشكون انت؟ اسئله صراحه لا معنى لها، حيت اصلا هي كليكات على الصوره. تم بلوكيت هذيك الساعه. في هذا الوقت كنت متحكم انا في التليفون ديالها كامل، نخدم الكاميرا وقت ما بغيت، المايك، اي حاجه. بقيت مسركل في التليفون ديالها حتى وصلت للدوسي اللي فيه التصاور ديالها وفيديوهات. بقيت متردد الصراحه، وفي الاخير دخلت لذاك الدوسي بحال شي متاهه وما قدرت نخرج كاع. ما خرجت من داك الدوسي حتى الخمسة ديال الصباح. بلا ما نشرح لكم الخوت التفاصيل، خدنا نسخه مصغره من شيخ تراكس وسالينا. ملي صبح الصباح فقت على الغوات ديال عثمان اللي الصراحه مؤخرا ولا كيبيك عليا بزاف. قال لي اش هاد الوقت وانت باقي مكسل تمايا؟ نوض قاعد. حضرت الراس واخا وصاني الوالد من دوز حتى شي واحد، ولكن شخصيه الهاكر كانت بحال هكا، حتى واحد ما يشك فيا. نبين للناس بلي انا غبي، انا غير عروبي فلاح ما فاهم والو، والكل داخل انا شخصيه اخرى. مشيت غسلت وجهي شطب الدنيا ومشيت عثمان، وبقيت بوهدي عاوتاني في السيبر تمارة ديال بصح. عثمان اللي شافني قاضي الغراض و كنقضي كلشي ولا ساكت ولا حاليا كلشي، لا حاليا الحمل كله، والمشكل 300 درهم قامت زادت كاع، بقات هي هي. ومرات كثيره كان كيعطل عليا الخلاص. بعد مرات كنحس بحال كيحرج عليا ولا كيستغلني، ولكن كنت كنقول مع راسي هانيه ماشي مشكل. مع هادشي اللي كنتعلمو انا واللي تعلمته يمكن انا اللي خاصني نخلصو. داكشي علاش كان كيعجبني بزاف نلعب دور الضحيه ونشوف الشفقه ديال الناس والحكره ديالهم في عينيهم، في الوقت اللي انا عارف راسي شنو كنسول داخل. مع ديك الجوج كنت كناكل في البيرو نيت، هاد الوقت صراحه كيكون سيبر خاوي وكنرتاح مزيان. دخلت عندي البنت اللي اخترقت لها التليفون البارح، غير وقفت قدامي تفكر دوك التصاور والفيديوهات اللي عندها في التليفون. طلعت معي السخانه ديك اللحظه وتلفات لي الهضره، قالت لي هاد النمر ديالك؟ بقيت كنشوف فيها وقلت لها اها علاش؟ قالت لي علاش مصيفط لي هادشي البارح؟ شرحت لها ديك اللحظه بلي تغلطات لي غير مع واحد كليانه وصافي مع شي وحده. ديك الساعه تفرقع عليا وقالت لي ديك الساعه قولها وشرح لي هكا واعتذر من الفوق وزيد ولاش مبلوكيني لاش. بقيت كنقول مع راسي ويلي ياك ما كان عجبها ولا. اللحظه اللي قالت لي هي هاد العروبي الموسخ الاصواب الاداب تفو عمرتو البلاد، عرفت ديك اللحظه بلي العكس. ويمكن نكون نيت كنعجبها بصح، ولكن زبالتها من اللي بلوكيتها. البوفوار ديال الهاك كيمنحك واحد القوه واحد الاحساس. كتنسى بيدوك الايام الصهير تمارا وانت كتعلم شويه بشويه. واخا كنت انا دري درويش داخل سوق راسي، ولكن كانت هذه غير شخصيه ديال اسامه ولد الدوار. اما الداخل كنت الهاكر ذو القبعه السوداء باغي نصوفي راسي وباي طريقه. بقات الحياه غدا نورمال. كل نهار كنت كنخترق سيت نظام بيسيات وغير كنجرب النيفو ديالي فين واصل. التليفون ديال عثمان ومزقلتوش، واخا تصدمت حيت لقيتو كيدوي ورا ظهري
وكيقول لهم بلي عارفو كيهز ليا من الروسيطة وانا اللي جامي قصت شي حاجة من الروسيطة. هادشي الصراحة كان كيزيد يحقدني من الداخل. في كل مرة كنت صدام في البنات اللي هلي دايرة الخمار وفي التليفون ما كان غشلونك حبيبي وهلي ما كتحضرش الراس في الزنقة وفي العالم الافتراضي منوضة البلبالة. ومنهم عثمان نيت اللي كان حنين بزاف مع البنات. الحياة كانت كدوز قدام عينيه و 300 درهم في السيمانة ما بقات دايرة لي والو. نهار طلبت من عثمان انه يزيدني دار لي حالة شبع فيه سبان وطيح مني وعيام يحشي لي الهضرة. وأكثر من هادشي هددني باش نمشي في حالاتي إلا ما كانش عاجبني الحال. كان عارفني بلي طايرة ومكسورة ليا الجناح وما عندي فين نمشي وبلي أنا غير ولد العروبية وبلي ما عندي حتى شي واحد. داكشي علاش كان بيكي عليا درب الصح. حضرت الراس واخا ديك الليلة الدموع ما بغاوش يتحبسو. حسيت بالظلم وانا اللي كنضرب تمارة وكنشطاب وكندير البحوت نكتب سيفيات حل سد داك المحل. الظلم اللي حسيتو ديك الليلة كان هو النقطة اللي فيضات الكأس واللي خلاتني رسميا نكون هاكر ذو القبعة السوداء. ما كيناش المحنة نهائيا. دخلت للتليفون ديال عثمان وبقيت كنشوف الكونفرساسيون اللي عندو. وحدة من دوك البنات كان مهلي فيها ديال بصح. وقت ما كانت كتقول لي 200 درهم 100 درهم ما كيتفافاش تم كسيفط عليها. واحد لاكارت ناسيونال كانت قديمه بزاف في البيرو يمكن سامو لها مده طويله هذه قبل ما نجي انا لهنا للسيبر. هبط ديك لحظه خديت ديك لاكارت ناسيونال وخديت النمره ديال ديك البنت من التليفون ديال عثمان وصيفط لها واحد الميساج ولكن ما جاوبتنيش. في الصباح فقت على الميساج ديالها قالت لي شكون معايا. دخلت هذيك اللحظه دخله صغيره وصيفط لها تصويره ديال واحد البنت وقلت لها اجي واش ماشي انت هي هادي. بطبيعه الحال الخوف وحب الاستطلاع خلات كليكي بالخفاء وبديت كنتحكم ديك الساعه في التليفون ديالها. دخلت الكونفرساسيون بينها وبين عثمان وصدمه لقيت عثمان صيفط لها شي تصاور يا العياذ بالله كيف ما ولدات امه. احتفظت ديك اللحظه بدوك التصاور وقفت التليفون ديالها. في هذا الوقت التليفون ديالها غادي يكون بلونتي غادي تحاول تطفيه ولكن ما غاديش يطفى. تم كتبت ميساج للتليفون ديال عثمان قلت لي عافاك حبيبه صيفط لي 3000 درهم دابا ضروري راني واقف عليها. كنت كنستنى ديك اللحظه اوكي كبيده اوكي عمري ولكن عثمان قال لي واش انت مريضه ولا مالك 3000 درهم نضلين على الحمار تاع ابوك سعودي انا. تعصب ديك اللحظه وصيفط لي تصاوروا عريانين وصيفط لاكارت ناسيونال. حاول ديك اللحظه نبدل صوتي قلت لي اسمع عندك 10 ديال الدقائق الا ما صيفطتيهمش مراتك غادي يوصلوها تصاور. غير صيفط لي هادشي وانا نحس سيبر. ما كملاش تقريبا 5 ديال الدقائق بالي عثمان جاي من بعيد كيجري مزروب وكيبان مخلوع متوتر داز من حدايا و لا سلام لا كلام. دخلني شال المجر ديال السيبر وحل بالساروت جبد الفلوس وبقى كيحسب فيهم ومشى. قبل ما يخرج قال لي أسامة. قلت لي نعم. قال لي واش عمرك شفتي هاد لاكارت ناسيونال بحال جاب لي الله كانت عندنا هنا في السيبر. بقيت كنشوف فيها وقلت لي لا جامي شفتها هنايا ديما كان يطوي الدنيا ولكن عمرني شفته هنايا اول مره غادي نشوفه. علاش مالك بنتي ليا متوتر وسخفان مالك؟ قال لي والو مشى بالزربه ديك اللحظه وعرفت راسي بلي تحمس بزاف وممكن كون ارتكبت غلطه. مشى عثمان وصيفط الفلوس وصيفط الكود غير خديتو فورماطي التليفون ديال ديك البنت. مع ديك جوج تقريبا وقت الغداء مشيت لويسترن يونيون قالوا لي خصموا لاكارت هو اللي يجي. طلقت عليهم ديك اللحظه ديال بصح بلي الوالد ديالي مريض مسكين وما يقدر يتحرك من الناموسيه وبلي وصلوا شي فلوس وراهم مهمين بزاف باش ياخذ الدواء ديالو. عطيتهم لاكارت والكودو وخرجت الفلوس. رجعت ديك لحظه السيبر حسبت الفلوس
ورجعت لكات ناسيونال فين كانت. تمتم قلت مع راسي تمالك حمارة أسامة، لكات ناسيونال إلا شاف أخونا في الله غادي تنوض لك النحل. عاود هزيتها ودرتها في جيبي. ديك اللحظة وأنا نسمع شنو كدير أسامة، دورت وجهي لقيتو عجمان. عرفت راسي ديك اللحظة بلي تفرشت، كان واحد براش جالسين في البوست نوضهم وسد الباب ديال السيبر. جبت التليفون ديك اللحظة وبدا كيكومبوزي النمرة، وعيط لديك البنت. بقيت جالس ومصدوم وفي المود ديال الخلعة. ما كاملاش تقريبا نص ساعة جات ديك البنت دخلات وقال لي راه عرفنا شكون مول الفعلة، هو هاد البرهوش هذا. قالت لي ما يمكنش، قال لي حتى انا بحالك ما مصدقش، ولكن ديك لاكارت ناسيونال ديال واحد السيد صاحبي كان توفى مسكين وبقات عندي هنايا، دابا عندنا كلشي بالدليل، غادي نصيفط الحمار تعبو للحبس. بدات ديك البنت كتسب وكتعاير من الصمت لتحت، تهديد ما خلات ما قالت. قرب ديك اللحظه من حدايا عثمان وكان باغي يضربني وبدا يهدد فيا، وهنا دويت معاه بواحد الطريقه اللي صدماتو بزاف. قلت لي تبارك الله عليكم كتعرفوا تمثلوا، اللي شافكم كدوب هاد الغيره هادي غادي يقول ناس مزيانين صاينين راسهم داخلين سوق راسهم، وانت واحد ميكروب كيخون مراتو، وانت عاهره ما غاديش ندوب معاك على الشرف حيت اصلا انت ما كتعرفيش شنو كياني. تميت غادي ديك الهضره قصد عثمان وقلت ليها تبارك الله عليك الرجوله والشهامه، ثلاثه ديال الوليدات مرا صايناك ومازال زايد فيه. انا صراحه دخلت لداركم وعارفهم كيفاش كيحترموك مزيان، خصوصا خصك الاستاذه كنزه فخوره بيك بزاف، واخا اصلا انت فراس مالك غسيبير. بغى يضربني ديك اللحظه ونقول ليه هي هداك شمايا ياك ما كيصحاب لك هاد المده كلها اللي انا ساكت، عندك اصحاب لك باللي ما عندي نفس ولا مدلول، راه باش نجي للمدينه تخليت على والديا، واخر وصيه خديت مع الوالد ديالي هي عمرني نحد الراس، وانتي باغا تلعبي زعما دور الضحيه. هاد المرة بغيتي تبروفيتي اختاري الضحايا مزيان، حيت كيف ما كان الحال داك الرزق ديال الوليدات. المهم لين نطولو ونقصروه، دوزت معاك تقريبا عامين السي عثمان، عطيني الحساب ديالي وغادي نمشي في حالاتي، ما بغيتيش تصاورك غادي يديرو بوم في الحومة، وانت تعرف وانت الصراحة كنتي غير وسيلة، خرجي في حالك. مشات البنت قدام الباب وبقات كتضرب فيه ومخلوعة، حل عثمان الباب ومشات. تم جاي ديك اللحظة جات المجرة ويبدي يجمع في 400 وات، بعت لي يدي ديك اللحظة ونكمش مزيان الفلوس. وقبل ما نخرج من تما قلت ليها إلا صادفتي في حياتك دري بحال الظروف ديالي ديرو بحال ولدك، شد بيدي وعاونو مسكين ماشي تمصلي الدم ديالو تهلا. بقيت غادي ديك اللحظه بالزربه بصراحه، ولفت الدرب هذا والناس اللي فيه والدراري، ولكن هادشي اللي وقع ما كانش ضارب لي حساب. داكشي اللي تعلمته كبر بزاف من هادشي اللي درت دابا، واي واحد مبتدئ ممكن انه يخترق تليفون ولا يدير شونطاج لشي واحد، ما كانش هذا هو النيفو اللي باغي نوصل ليه. ولكن بقى في الحال انا كنضرب تماره في السيبير وما كناخذ والو في الوقت اللي عثمان كفرق الفلوس على بنات الليل. برغم ذلك ما كانش خاصني ندير هادشي، يمكن غير حيت بالليل كنت متاثر بزاف و ما فكرت كاع في العواقب. مشيت نيشان المحطه، كنت باغي غير نحيد من كاسا. لافونتاج هو عثمان ما كيعرف عليا والو، لا فين كنسكن لا شكون هو الوالد الوالده، من غير ديك بنت الليل اللي توسطات ليا مع اخوه باش يخدمني في السيبر. تميت غادي حتى وصلت المحطة، لقيت كار واحد كان كيعمر وبقات ليهم غير بلاصة وحدة. طلعت ركبت فيه بلا ما نسول فين غادي لا فين جاي، حتى شدينا الطريق. من بعد تقريبا 10 ديال الدقايق واحد الراجل كان ورايا وكان ولدو كيبكي. اللحظة اللي قال لي باش بيتي لامك نعطيك زيزة، عاد عرفت الكار غادي لمراكش.
حطيت راسي في المرايه وداتني عينيا. بقيت ناس وما فقت غير على صوت غريسون كيقول لينا على السلامه. نزلت ديك الهضم الكار ومشيت نيشان للمدينه القديمه. بقيت كنقلب تما الكرا حتى لقيت واحد البيت خاوي بالستين درهم. دوزت فيه ديك العشيه وارتحيت من السفر وخرجت ديك الساعه في الليل نضرب دوره. وانا غادي والميساجات واحد ورا واحد كلهم كانوا من عند عثمان كيقول لي الله يسامح غير رجع. ما عرفتش ديك اللحظه واش بالصح نادم مع الحال ولا ديك العربيه وبغى يشقمني للبوليس، وحتى الا كانت بالصح وتنادم مع الحال ماشي الخاطر كان هز عليا هم كبير ديال السيبر وما كانش عارف بالقيمه ديالي. بقيت غادي خديت نمره جديده وهرست ديك القديمه. بقيت غادي كنركب فيها وما وقفت غير قدام واحد المحل كان كيبيع البيسيات والبورطابلات. بقيت واقف متردد ورا الفيترينا كنشوف البيسيات وكنقول مع راسي واش ناخذ بيسي ولا لا، ولا تقاضوا لي الفلوس شنو غادي يكون المصير ديالي. في النهايه دخلت لداخل عنده بقيت كنقلب حتى خديت واحد البيسي ب 2500 درهم. في هاد المواقف خاصك دائما تاخذ القرار والا غادي تندم. دوزت تقريبا جوج سيمانات في مراكش. كنت كل نهار كنمشي للقهوه كنقاد البيسي كنتيليشارجي داكشي كامل اللي كنخدم به. ما كان عندي ما يدار داكشي علاش كنت كنكمل غير الفينيسيون ديال داك الفيروس ديالي اللي كنت مسميه ديجا الهاكر العروبي. كان فيروس واجد ولكن اي ثغره فيه كنت كنعالجها. بصراحه كنت مجدو باش نضرب به شي ضربه صحيحه، نضرب العاقه ونهاجر انا والوالدين ديالي. من بعد تقريبا شهر في مراكش الفلوس بدات كتسالي. بقات تقريبا شي 450 درهم حيت كناكل في الزنقه وكنفطر وكنتعشى في الزنقه. وانا بديت كندير داكشي اللي كنعرف، بديت كنخترق مواقع معروفه في المغرب وكنحاول ندير لهم شونطاج. المهم الصراحه كان سهله بزاف ولكن النتيجه خاويه. اللي كنطلب منه فلوس كيبقى يضحك وكيقطع عليا التليفون. هنا بديت كنقلب على مواقع اللي ماليهم كيصوروا منهم فلوس وماشي غير حاطينهم هكاك واجهات وصافي، يعني الموقع بالنسبه ليهم مهم بزاف. بديت بواحد المحل معروف في المغرب كيبيع الحوايج، اخترقته وخليت النمره ديال التليفون. ما كاملاش تقريبا ساعه عيطت لي واحد البنت كتبكي مسكينه. قلت لها اسمعي اعطيني 1000 درهم صيفط عليه في ويسترن يونيون وكتبي لهم اي واحد ممكن ياخذ داك المبلغ. ما كاملاش ثلث ساعه مسكينه صيفطات لي الكود. رديت لهم ديك الساعه الموقع ديالهم كيف ما كانوا وتحمست عاوتاني ندير عمليات اخرين. وما حد بديت كنصور فلوس بهذه السهوله، بديت كنزيد نطمع وكنحلم عاوتاني بحياه الرفاهيه. كل نهار كنخترق مواقع اللي كيقول لي كل داك الموقع وهل اللي كاع ما كيتسوق كاع، ولكن الصراحه الاغلبيه كانوا كيحضروا الراس وكانوا كيصيفطوا الفلوس. من بعد ضلت الناس ديال الانستغرام، خصوصا دوك البنات اللي كيتبعصوا في الانستغرام وعندهم لي كونط طالعين. كنت كنحاول نقلب غير على البنات ديال مراكش حيت قراب ليا. كنطير الكونت وكنرجعو بالفلوس. في وسط المدينه القديمه في داك البيت اللي موسخ ورتيله الفوق كنت قاضي غرض داك البيسي. والدي مساكن بديت كنصيفط لهم فلوس وبرغم ذلك ما كانوش كافيين. نسبه المغامره والخطوره كانت كبار بزاف من هاد الارباح القليله اللي كنت كناخد، وكنت عارف نهار غادي نحصل له غادي يمشي فيها. المشكل المغرب هو هذا، ماشي بحال اوروبا موقع واحد اللي اخترقتيه ممكن يرجع لك فلوس كثيره بزاف. والناس بزاف كيتعاملوا بالبطائق البنكيه في الانترنت، يعني ممكن تهز فلوس بكل سهوله. كل نهار كنت كنسالي الخدمه كنبقى ندور في جامع الفنا. كان كيعجبني بزاف نبقى ندور تمايا نشوف القروضه الحناش وداك لومبيونس اللي تمايا. الوقت اللي كنت كندور تمايا جات عيني على واحد قاوريه، الوجه ديالها كان مألوف عندي، كانت دايره الزيف ومعطر مع البرد. قدرت نحقق في الملامح ديالها مزيان. تمت غدا وكانت كتحاول تضرب وجهها بالسيف بحال كانت خايفه من شي واحد ولا
تمت غادة خطنا في الله وبقيت تابعه وكنحاول نتذكر الوجه ديالها. في ذاك الوقت عقلت عليها، هي نفسها القاورية اللي كان جات عندي السيبر، القاورية مولات 5 مليون. تذكرت صراحة أنا غير ذاك المبلغ وباللي كانت باغا تعطيه الهاكر على ود خدمة اللي كانت خفيفة بزاف. داك الشي علاش بقيت تابعها وقلت يمكن هادي الهوشة ديالي، وخد اسم مدة طويلة على ذاك البلان، ولكن كنت باغي الصراحة ندوي معها ونقول لها إلا كانت محتاجة لي شي نهار مرحبا. مبقيت غادي تابعها، وكان مع واحد الراجل الله تعالى ركبت فوق الطوموبيل ديالها، خديت طاكسي أنايا وقلت لها عافاك بقى تابع ديك الطوموبيل. بقينا تابعينها حتى مشات لجهة التاركة، بقات غادة كدوز وسط الفيلا حتى وقفات قدام واحد الفيلا كبيرة. من بعد نزلت خطنا في الله، شافت اليمن واليسر، نزل داك الراجل اللي كان معاها ودخلت وسدات الباب. خلصت ديك اللحظة من الطاكسي ونزلت، تميت غادي قصت الباب ديال ديك الفيلا ووقفت قدامها وبقيت متردد ديك اللحظة واش ندق ولا لا. حاول ديك اللحظة نطلع، وفي داك الوقت هو يتحل الباب، خرجت واحد اليد شنقات عليا ودخلتني بسرعة كبيرة بزاف ولاحتني في الأرض. هزيت راسي لقيت واحد خونا واقف وهز عليا السلاح وكيدوي بلونجلي، شنو كدير هنايا؟ شكون صيفطك؟ فين كتعرف هاد الفيلا؟ علاش وكيفاش؟ وبزاف ديال الأسئلة. من كثرة الخوف والدهشة لونجلي تلفته، سمعت ديك لهضة الطالون ديال ديك البنت القاورية، كانت جاية من بعيد، وقفت حدايا وبقات كتشوف فيا. قالت لي يا سبق لي شفتك، ما عرفت فين. قلت لها السيبير في كازا. تمتم جات شنقات عليا وقالت لي شكون قال لك هذا العنوان اللي ساكنين فيه هنايا؟ دوي. قلت لها راه شفتك غير بالصدفة في جامع الفنا، وجيت زعما لا تكوني مازال باغا داك الهاكر ولا مازال كتقلبي عليه. في هذا الوقت بقاو كيشوفوا بعضياتهم بجوج وكيطلعوا كيهبطوا فيا. قالت لي شنو زعما انت هو الهاكر؟ واش كتضحك علينا ولا شنو؟ قام تاقوا بيا كاع، عييت ما نحلف ونأكد لهم بلي انا هاكر ولكن والو، ما تاقوش بيا. اكثر من هادشي دخلوني لداخل وسدوا عليا في واحد البيت، وبقاو جالسين قدام التليفون ديالي كيتسناو يصوني وكيراقبوا التحركات ديالي وردات الفعل اللي غادي توقع من بعد ما شدوني هاد الشده هادي. داز ديك الليله في الصباح ما وقع والو، جات عندي القاورية وقالت لي الا كنتي كتكذب من الاحسن قولها دابا، راك ما عارفش راسك مع من كتلعب. قلت لها والله ما كنكذب، انا جيت لمراكش وراني كاري واحد البيت، الا ما تقتيش بيا دخلوا ليه وغادي تلقاو غير البيسي ديالي والماكله اللي كناكل تمايا والحوايج ديالي. تما ما كنعرف حتى شي واحد، وحتى واحد ما عارف بلي انا جيت عندكم دابا. جبت ديك الهضره التليفون ديالها وعيطات لداك خونا، جا عندها وقالت لي يعطي العنوان ديال داك البيت ديالك اللي ساكن فيه وعطيه حتى الساروت. عطيتو لي وقبل ما يتحرك خونا في الله شدتو من يديه، قربت ديك الهضره محدود ودني وقالت لي بهمسه رد البال. بقيت في داك البيت وفيه المود ديال الجوع، ما كملاش تقريبا ساعتين خطنا في الله جا اتصال ومن وجهها حسيت بها مرتاحه. قالت لي جيب داك الشيء كامل اللي تمايا، ما تخلي حتى شي حاجه تم. من بعد حلت الباب وخرجتني من تمايا. قالت لي اذا انت هاكر؟ قلت لها براسي اه. قالت لي ولكن علاش ما بغيتيش تعاوني نهار الاول؟ نهار جيت عندك السيبر، مع العلم كنت محتاجه بزاف لديك المساعده. قلت لها صراحه حتى واحد ما غادي يكره 5 مليون، وانا ما كنش كنعرف شنو كيتسمى الهاك وشنو كيعني. بقات كتشوف فيا وقالت لي شنو بغيتي زعما تقول بلي الله هاد العامين تعلمتي الاختراق؟ قلت لها عالم الاختراق ساهل بزاف، شويه الذكاء والمعرفه وخاصك تكون عارف من نشا مكون النظام ويكون عندك شويه ديال الصبر. وانا طوال هاد العامين هادي كنت فورماسيون ديال تقريبا 24 ساعه ل 24،
لكن أني أشرب 4 سوايع 5 سوايع في النهار، ما تبقى كله بحث وكله خدمة. قالت لي هادشي صراحة مثير للاهتمام، إلا بقيت عاقلة حتى لونجلي ما كانش عندك وما كنتيش كدوي بها. قلت لها براسي اه. مدات يديها ديك لحظة وسلمات عليا، قالت لي معك جوال، جاسوسة أمريكية. عادة الجواسيس كاع ما كيكشفوا على الهوية ديالهم، وانا كشفت لك على الهوية ديالي، حيت انت وليتي واحد منا ودخلتي المملكة ديالنا، يعني غادي تبقى معانا، وإلا قررتي تخرج أكيد غادي يكونوا عواقب، ومن بين هاد العواقب هادو هو أنك غادي تموت. سمعت هكا ودارت بيا الدنيا. أوه شنو درت؟ فين خشيت راسي؟ ملي شافتني خايف بحال هكا قالت لي شوف ما تخاف ما والو، من ناحية الفلوس ما تضربش حساب، غير هو الخدمة ديالك خاصها تكون عجبانة بزاف، وحنا نيت في حاجة كبيرة الهاكر. حتى طوال هاد المدة ما لقيناش شي واحد كيحمر الوجه، وأصلا الاهتمام ديال الهاكرز في المغرب قليل بزاف، وأي هاكر كنا كنتعاملو معاه كلقاوها كيعتمد على برامج موجودة وفيروسات ديال الهاكرز وحدين أخرين. بقيت حاد راسي وكنبين بلي ما خايفش، ولكن أنا الصراحة كان فيه المود ديال الخلع. اللحظة اللي جا داك القاوري وهز الحويج ديالي والبيسي، عاد عرفت بلي القاوريه كدوي بصح. حاول ديك اللحظه نسيي سمون ولقى شي فرصه في نهرب من هنايا، ولكن الفيلا كانت كلها مسدوده. وصلت العشيه وخرجوني معاهم في الطوموبيل، بجوجهم كانوا مضرق الوجه ديالهم، داوني خداو لي حوايج وبينوا لي فلوس كثيره بزاف. وديك القاوريه الصراحه كانت درويشه، قالت لي حقك غادي تاخذو، وانا عارفك مادام خدمتي في داك السيبر وانت عندك هاد المؤهلات كلها، اذا انت كتقلب على الفلوس، الفلوس معانا حنايا، وإلا تعاونتي معانا مزيان ما غادي يخصك حتى شي خير. مشينا ديك الساعه لواحد المطعم تعشينا ورجعنا للفيلا. في الليل قالت لي جويل كاين واحد النظام الهدف ديالو هو يتبع التحركات ديالنا ويراقب التحركات ديالنا، الحدود الساقة ما قدر يلوكاليزينا كاع، ولكن هو عارف بلي احنا في المغرب، الا قدرتي تخسر داك النظام غادي تعطينا فرصة كبيرة باش نعاودو نرتبو الاوراق ديالنا. قلت لها كنظن بلي هادي ماشي هي الخطة المناسبة. قعدت كتشوف فيا وقالت لي كيفاش؟ قلت لها الا خسرنا النظام غادي نكونو اكدنا اليوم بلي معاكم هاكر، داكشي علاش غادي يديروا المجهود ديالهم كامل باش يقضيو على الهاكر، داكشي علاش انا عندي خطه اخرى. قالت لي علاش؟ قلت علاش ما نتلفوش داك النظام مادام هو غير روبو ماشي بنادم؟ قالت لي بحالاش. قلت لها غادي نعطيو لداك النظام معلومات مغلوطه بلي نتوما مثلا في كازا، وهنا النظام غادي يبقى في كازا مده طويله باش يقلب على معلومات عليكم من خلال كاميرات ديال المراقبة وديال لي زوطيل وديال الشوارع وحتى المولات الكبار. هادشي صراحة غادي يتطلب وقت طويل بزاف، ومنها غادي يعطيكم فرصة انكم كيف ما قلتي انتي ترتبوا الافكار ديالكم. بقاو ديك اللحظة كيشوفوا فيا بجوج وكانوا مصدومين من الكلام ديالي اللي قلت. شعلت ديك اللحظة البيسي ديالي، طلقت المزيكا في ودني وبقيت كنقلب على داك النظام حتى لقيتوه. بدلت ديك لحظة الاي بي ديالي وبديت الخدمة. دوزت تقريبا الليل كامل، كان صعيب علي بزاف نخترق داك النظام، ولكن في النهاية لقيت واحد الثغرة اللي مكناتني انني اخترقو. المشرفين ديال داك النظام واللي خدامين على الحماية ديالو كاع ما غادي يحسو نهائيا انني اخترقتو. هنا بديت كنحس بداكشي كامل اللي تعلمتو وكنت كنتعلمو طوال هاد السنوات، وبديت كنطبق فيه بالحرف. داكشي علاش ملي كنت كنسهر الليالي وكنتعلم كنحاول ناخذ الاساسيات، واي حاجه عندها افاده ليا كنت كنتعلمها، حيت كنت عارف غادي يجي واحد النهار غادي نحتاجها. بقيت سهران ديك الليله وخدام مع داك النظام. مع ديك الربعه ديال الصباح قدرت نوهم النظام باللي خوتنا في الله ممكن يكونوا في الدار البيضاء،
وخرجت ديك اللحظة بكل هدوء ملي نجحت غوت بالجد بالفرحة. جوال كانت ناسة حدايا ديك اللحظة ملي فاقت قلت ليها شنو وقع، تلاحت عليه وعنقاتني بالجهد وقالت لي انت غادي تمشي بعيد بزاف هاد المجال. داز ديك الليلة في الصباح جوال عطاتني 3 ديال المليون زرقاء ورا زرقاء، بقيت شاد دوك الفلوس بين يديا و عينيا كيبريو، قلبي كيضرب بالجهد. وكانت هذه اول مره غادي نشوف هذا المبلغ وغادي نقيسو بيديا. قالت لي جويل هذا الخلاص ديالك على الخدمه اللي درتي البارح. فاش هذاك الخوف كامل مشى، كنت عارف بلي خشيت راسي في مشاكل وفي وضعيه صعيبه بزاف وبلي هادشي كامل وقع ابدا ما غادي يدوز بخير لجوج ديال الاسباب. السبب الاول انهم جوج شافوني وعارفيني هاكر، وسبب تاني انه امريكان ما معهاش الضحك، وما دام كيقلبوا اليوم اذا غادي يكونوا دايرين شي زبله في حياتهم ولا شي كارثه. دوزت معهم تقريبا 15 يوم، دويت مع جوال وقلت له عافاك خليني نمشي نشوف والديه في العروبيه، راني مده طويله ما شفتهمش. بقيت كنطلب فيها وكنزاوق ولكن والو. اختنا في الله كانت واخده قرار انني ما نخرجش من الفيلا، داكشي علاش بقيت كنستفز فيها حتى بدات كتغوت وقالت لي مستحيل تخرج من هنايا. قلتها لك في الاول غادي تبقى معانا، ولا فكرتي تخرج رافائيل ما غاديش يرحمك، غادي يقتلك. قلت له علاش، علاش غادي تقتلوني؟ تم بدلت الاسلوب ديالي من الكلام وقلت له اصلا انا معاكم. عندنا واحد المثل في المغرب كيقول عمر المش ما كيهرب من دار العرس، حيت كيلقى السمايه موجود. وانا صراحه خرجت من الدوار نهار الاول غير على قبل الفلوس، كنت باغي ندير الفلوس باي طريقه. قالت لي الفلوس اللي ما عمرك كنتي كتحلم بها غادي تشوفهم معايا. قربت من حدايا ودات يديها على وجهي وقالت لي خليك معانا. ابتسمت لي هذيك اللحظه و عنقتها. اختنا حنينه بنت الحرام. دوزت معهم تقريبا 3 شهور، اي عمليه كنت كندير كانوا كيعطوني فلوس فوق الطابله. الوالد ديالي كان غادي يطير بالفرحه، كل مره مصيفط لي مليون جوج ديال المليون، عكس الوالده مسكينه اللي كانت موحشاني بزاف وما كانش كيهم الفلوس، غير كتسمع صوتي كتقول لي امتى غادي ترجع ولدي. كل نهار كنلقى راسي في اختبار وفي النهايه كنجح فيه. جويل ورافائيل معاوش ليهم على الفيروس ديالي واللي كنت كنطوره كل نهار. داك الفيروس كان بحال خزان ديال المعلومات ديالي، صيبته على الطريقه ديال محرك البحث جوجل، اي مشكل عنده حل. جويل عودت ليا بلي الخدمه ديالها هي جاسوسه امريكيه، بلي كانت فرحانه بهاد الخدمه هادي وكان كل شيء بخير، وبلي حياتها كلها تقلبات نهار صيفطوها للمكسيك، بلي الدولة خدماتها تمايا باش تراقب رافائيل وتجيب معلومات عليه. ولكن جوال وقعت في الحب ديالو وبلا ما تشعر. رافائيل اللي كان شاك في الحب ديالها وكثر من هادشي باش تثبت ليه باللي كتبغيه بزاف، عطاته معلومات سرية امريكية وهربت هي وياه وجاو المغرب. قالت لي بلي نهار جيت عندك السيبر هاكر امريكي يقدر انه يخترق البيسي ديالي وعرف كل شيء، ودابا الانتربول دخلوا في الموضوع وكثر من هادشي، حتى السي اي اي عرفونا كاينين في المغرب ودابا حاليا كيقلبوا علينا. فرصه اننا ما يلقاوناش في المغرب كبر من اوروبا، داكشي علاش جينا هنا من البدايه. انا في المغرب ما كاينينش بزاف ديال الكاميرات بحال اوروبا، واكيد مع المساعده ديالك حتى واحد ما غادي يلقانا. غسمعت هكا قلبي بدا كيضرب بالجهد وعرفت بلي خلاص مشيت فيها ديال بصح. دوروني رافائيل وجويل، ومع هاد المدة اللي دوزت معاهم وشافوني ناضي في الهاك وكيفاش كنخترق الانظمة بكل سهولة، بحال بداو كيشوفو فيا الحل المشاكل اللي فيها هما دابا. كل نهار كنت كنخترق ليهم الاجهزة ديال مسؤولين كبار في ميريكان، حتى رسميا المخابرات قدروا يعرفوا باللي جويل
ورافاييل معاهم هاكر. غير هو الصدمة اللي تصدمت فيها انا والوجوه اللي مبارطاجين على اساس انهم جويل ورافاييل ماشي هما نفس الوجوه اللي معايا دابا في الفيلا. تمتم مع راسي عرفت بلي غادي يكونوا داروا عملية جميل وكان خاصني نتأكد من هاد الشيء. هاد المعلومات اللي عرفت خليتهم سر مع نفسي وبديت كنراقبهم وكنراقب التحركات ديالهم. من خلال تفاصيل مبارطاجي المخابرات عليهم في الانترنت، الوشمات اللي عندهم في الجسد ديالهم والندبات، وتأكد ديك الساعة من جويل حيث كنت قريب منه بزاف ولقيت باللي عنقه فيه واحد الاثار ديال شي وشمة واضح باللي محيدة بالليزر. ملي سولتها مالك تما قالت لي غير تحركت ملي كنت باقا صغيرة، كنتمنى لو صرحاتني. ومادام كذبات اذا هاد الناس كيهمهم غير المصالح ديالهم. المشكل دابا كيفاش غادي نفك راسي من هاد المصيبة؟ الدولة عرفت باللي كاين معاهم هاكر، ودابا مذكرة البحث الدولية ولات على 3 ديال الاشخاص ماشي جوج. والمشكل الى مشاو حتى جبدوا الكمارة ديالي ما فيهاش غادي نتعرف في المغرب كامل. رافاييل قال لي حاول تخترق النظام ديال المخابرات المغربية. غير كلمة المخابرات المغربية خلاتني نترعت في بلاصتي. باش ندير هادشي حط لي السلاح فوق الطابلة ديالي وقال لي هاد الليلة خاصك تخترقو وخلي ليهم ميساج، ولوكاليزاسيون ديال داك الميساج تكون في العيون بعدهم من اقصى درجة. ضروري خاصك تعطينا شوية الوقت باش ننسقو الهروب ديالنا، راه تفاهمنا مع واحد السيد اللي غادي يدخلنا الجزائر. وكيف ما عودناك فلوسك فوق الطابلة. دوز ديك الليلة كلها وانا كنحاول نخترق النظام ديال المخابرات المغربية. ملي تمكنت منه اخيرا درت داكشي اللي قالوا لي والخبار دارت بوم في المغرب. الدولة مباشرة من بعد هاد الاختراق هذا زادوا كتفوا الدعم ديالهم. كل ما كان كيدوز الوقت كان كصعب القضية لدرجة ندمت كاع علاش جيت تابع ديك القاورية. وليت كنقول مع راسي كون غير بقيت في العروبية وسط البهايم ولا هاد الحالة هادي. وحتى الى هربت دابا ومشيت عند بوليس اش غادي نقول لهم؟ لقيت راسي في وضع اللي صعيب بزاف. داكشي علاش حاولت نلعب لعبة اخيرة ونخلي هادشي كامل في الصالح ديالي. من بعد تقريبا 3 شهور بدينا كنحسو بلي الدائرة غدا وكتضيق. نهار اللي نسقو فيه عملية الهروب للجزائر وصلت معلومات بلي نظام المخابرات المركزية الامريكية قدروا يكونوا فكرة فين كاينين حنا دابا. المستجدات والمعطيات اللي قالوا كانت صادمة بالنسبة لينا حيت تقريبا جبدوا داكشي كامل بالتدقيق. حدهم قالوا بلي المبحوث عنهم كاينين في مراكش المفركابي، وملي عطاو لازون بالضبط اللي كانت واجدو فيها عرفنا ديك الساعة بلي فات الفوت. في هاد الوقت رافاييل ولا بحال الحمق، خرج على الاسلوب ديالو بان بشخصية اخرى، شخصية مجرم قتال. هز علي السلاح وقال لي ما يمكنش يعرفوا هادشي كامل، درتي شي حاجة ياك؟ صيفطتي لهم شي معلومة؟ ما يمكنش. بقيت كنغوت وقتي ما درت والو. قال لي كيفاش ما درتي والو؟ كيفاش قدروا يعرفوا هادشي كامل؟ دوي قلت له والله ما درت شي حاجه، راه نورمال خاصهم يتحركوا كيف ما حنا معتمدين على الهاك. ممكن يكونوا حتى هما تعاونوا مع هاكرز اللي قدروا يكونوا محترفين. بقى كيغوت ديك اللحظه وكان باغي يقتلني. قربت ديك اللحظه جويه بشويه وقالت لي بصح كلامه بصح، هبط السلاح ديالك رافائيل. وصلني ميساج دابا من عند روزا، صيفطات لي دابا بلي الدولة في ميريكان اعتمدت على افضل هاكرز في الدولة باش يعرفوا فين كاينين نتوما. قبل ما يزيد كلمة اخرى سمعنا لا سيغين ديال البوليس والضواو كانوا مجهدين كيبانوا من الشراجم. تمتم رافاييل طفى الضواو ديال الفيلا. جويل هزات سلاح حتى هي ومشات ورا الباب. بقيت واقف انا وفيا الموت ديال الخلع. اواه اش هادشي؟ من بعد بقينا كنطلو كاملين من الشراجم. الاحياء اللي كانوا قراب منا من تارق الهيه كانوا كلهم مطوقين بالبوليس.
قرب من حدايا ديك الهضره فايل وقال لي حاول تشتت النظام اللي خدامين بيه المخابرات الامريكيه. قلت لي مستحيل نقدر نواجه هاكرز اللي محترفين بزاف، نقدر ندير شي خطا. تم حط لي السلاح في راسي، من بعد حيو دار فيه السيلونسيو وعاود حطو لي في راسي، قال لي الا متي دابا حتى واحد ما غادي يعرف. مبقيتش واقف مخلوع هو يتيري في الارض. جات كتجري ديك لحظه جويل ويدفع، قال لي القرطاسه الثانيه غادي تكون في راسك، دير شي حاجه. الموت ديال خلع ديك الساعه، في ذاك الوقت مابقيتش كنفكر في والو من غير انني نعيش. خونا في الله كان واضح باللي مجرم، ديك الساعه وليت كنفكر غير في راسي وانني خرج سالم من هادشي. في ذاك الوقت قلت ليه عندي واحد فيروس مده طويله وانا كنطور فيه، غادي خصني 4 ديال السوايع باش نسرع فيه الخدمه، وديك الساعه غادي نواجه بيه ديك المنظمه. داك يبتسم ديك اللحظه ويدخل ليا كروشي، طاحت الارض والدم نازل لي مني فيه. جات كتجري عندي جويل وقالت ليها علاش، قال لي علاش ما دارش هادشي من البدايه، علاش نوضتني ديك اللحظه جويل، مسحت لي الدم مني فيه وجلستني قدام البيسي. قالت لي عافاك دير شي حاجه، حنا معولين عليك. بقيت خدام في داك الفيروس. مع ديك 3 ديال الصباح بديت الهجوم على داك النظام. الفيروس اللي كنت خدام فيه هاد المده كامله كان مطور لدرجه كبيره بزاف، وخدم مني وقت طويل بزاف. كان ساهل عليا نخترق بيه داك النظام بكل هدوء، ما كاملاش تقريبا ثلث ساعه تحكمت في النظام كامل بلا ما يحس حتى واحد. وبديت كنبارطاجي ديك الساعه معلومه مغلوطه بلي حنا ما بقيناش في هاد المنطقه هادي، وبلي تحركنا لمنطقه اخرى. ديتهم نيشا الجامع لفنا، كثرت البشر تما والقور غادي تخلي المسؤولين تالفين. داكشي كامل اللي غادي وقعته مع راسي، الحابس بوليس الروينه. كنت عارف نقدر نموت ولكن كان لابد ندير هكا. ملي البوليس حيدو من تارقه، رافائيل جمع الحوايج هو وجويل وخرجنا من الفيلا. قلت لهم غادي خاص نحط البيسي ديالي في شي بلاصه. قال لي رافائيل علاش، قلت له هاكا سميري كان غادي يخترقوا البيسي ديالي حيت خليته محلول، ومن ديك الساعه غادي يعرفوا لوكاليزاسيون ديالو وغادي يصيفطوا معلومات للبوليس. وديك الساعه البوليس في مراكش والجوندارم غادي يركزوا غير على داك البيسي ولون بلاسمون ديالو، وهنا غادي يسهل علينا اننا نخرجوا من مراكش. هاكي شوف فيا وكيبتسم، البيسي كنت باغي نحطو غير شي بلاصه هنا في احد الاحياء في مراكش، ولكن رافائيل كانت عنده خطه اخرى، هي يمشيو لاكار ديال التران ونحطوه في التران، ومادام التران كيتحرك ما غاديش يعرفوا حنا فين كاينين بالضبط، والمخابرات ديك الساعه غادي ترونو. داكشي اللي وقع، تمينا غادي من الطوموبيل، الجوندارم والبوليس ما كانوش مركزين نهائيا مع الطوموبيلات، نورمال حيت كانوا كيوصلوا معلومات من عند المخابرات المغربيه اللي كانوا اجور مع المخابرات الامريكيه، وبلا شك دابا غادي يكونوا عارفين بلي المشتبه بهم مازالين في مراكش. تمينا غادي من الطوموبيل، غير فتنا مراكش رافائيل وقف بالطوموبيل، بقى كيشوف فيا في المرايا وقال لي واش باغي تمشي معنا للجزائر؟ قلت براسي لا، خاص نرجع نشوف والدي مدة طويلة ما شفتهم. بدا كيبتسم ديك اللحظة وقال لي الصراحة كنا كنتمناو تبقى معانا، ولكن ساعتك سالات. اللحظة اللي هز علي السلاح يلا بغيت يري فيا هو يدفعو جويل، القرطاسة جات نيشان في الباربريز، حليت الباب ديك اللحظة ومشيت كنجري. بقى كيتير فيا وكنت كنحس بالصوت ديال القرطاس كيدوز من حدا ودنيا، اخيرا قدرت نضرب ورا واحد الشجره. في النهايه بكسيره بجاد ومشاف حالاتو، بقيت كنهش في بلاصتي وكنقلب الجسد ديالي كامل لنشوف شي قرطاسه ما حسيت بها ما والو، ولكن ما لقيت والو. بديت كنبول ديك اللحظه وانا واقف من كثره الخوف. ديك الساعه مشيت كنجري،
ما وقفت حتى كنت صافي غادي نموت. وصلت لواحد الدوار عتقوني غير الناس مساكن، شافوني من بعيد كنجري وسخفان، جابوا لي الماء مساكن وعطاوني من ناكل. من بعد تحركت لمراكش، مشيت نيشان، جيت المحطة الطرقية، قطعت الكار الكازا وبقيت جالس كنستنى يعمر. ليك جلس حدايا كي شد فيني فوق يمشي، بقيت جالس وكنقول دابا غادي يطلعوا البوليس. بقات ديك البلاصة بوحدها لي حدايا ما عمرات. خلصت ديك البلاصة وغير ديمار الكار حسيت براحة نفسية. حاولت نستغل الفرصة مادام وجهي ما معروفش عند المخابرات المغربية، كنت باغي غير نهرب نرجع للدوار وعمرني مازال نخرج منه. وصلنا لكازا، من بعد مشيت نيشان خديت كار اخر للدوار. وصلت للدوار وكان الليل بزاف، تميت غادي بشوية والدموع كنزلو. حتى وصلت قدام الخيمة ديالنا، دقيت ديك لحظة فاق الواليد، كان واضح بلي مخلوع بزاف، كان هاز بيدي زرواطة، شعل الضو يشوفني، عدو قال لي يا ولدي أسامة، جاك يجري مسكين عندي وعنقني بالجهد، بلا ما نشعر عنقشو بقوة، وبديت كنبكي. خرجت ديك لحظة الوالدة مسكينة ملي سمعات البكا ديالنا، شافتني مسكينة وطاحت الأرض وكتبكي، طاحت أنا وياها. شمات فيا مسكينة ريحة البول وقالت لي مالك ولدي، مال حالتك بحال هكا، مالك هكا؟ سؤال ورا سؤال، صراحة كنت مصدوم ديال بصح، وكنت مرفوع وما قادرش كاع ندوي. بقيت ساكت، دخلت ديك لحظة غسلت حالتي كنسمع والدي برا كيدويو. الوالد قال لي ها ويلي ولدك صيفط في الملين، وعمرنا سولنا منين جابهم، عمرنا سولنا على المصدر، يمكن عايشة احنا اللي ضيعناه بيدينا، يكون زعما كيشفرهم. قالت لي لا ما تقولش هكا، ولدي ما كيديرش هادشي، خليه حتى يخرج ويعاود لينا. مبقاش مطول في الدوش بالزعمين يسو ومشو يناسو، ولكن لقيتهم مازالين فايقين. قلت لهم بلي راني مازال خدام، غير هو في الطريق تلقاو لي شي شفاره وكانوا باغيين يديو لي الفلوس وكانوا باغيين يقتلوني كاع. داكشي علاش شفتو الحاله ديالي كيفاش كانت، ولكن دابا انا مرتاح، توحشتكم بزاف وجيت باش نشوفكم على الاقل واحد 3 ايام وغادي نرجع في حالي. دازت الليله والوالد ديالي حسيت بيه ما تاق بيا كاع، قاسم تكيف بلاصتي بالليل وكاع ما قدرت نعس كاع بسبب الكوابيس. كنتخيل المخابرات الداخلين مع الباب، الوالد كيبكي والوالده كتركل في الارض، وكنتذكر الظروف اللي كنت عايشها وسط ديك الفيلا، وانا خايف كل نهار كنقول غادي يقتلوني. بلي صباح الصباح وما وقع والو، بديت كنحس بالامان وكنقول مع راسي يمكن ما غاديش يعرفوني كاع شكون انا، حتى واحد ما غادي يعرفني، ويمكن هذه كانت غير صفحه خايبه في حياتي. ودازت كل ساعه كدوز كنقول الحمد لله، ونسيت بلي ارتكبت خطا كبير بزاف ملي خليت البيسي ديالي. داز ديك الصباح بخير مع الختاجر الخوادري اللي كان خدام في العيون، وجمعنا كاملين كنت غدا، وتفكرت ايام زمان ملي كنا مجموعين فرحانين وراضين بلي قسم الله، ملي كان همي الوحيد هو نمشي نقصر فري فاير مع ولد القايد، ولا نتفرجوا في الفيديوهات ولا نلعبوا. ايام كنت خالقها غير مع النعج والمجاحم ديال الدوار. الوقت اللي كنا كنتغداو وكنتفرجوا في التلفازة، بدات النشرة الإخبارية، داك المقدم كان زربان، أول كلمة قال مشاهدين الكرام مرحبا بكم في نشرة الظهيرة، أخيرا تم كشف هوية الهاكر الذي ساعد المبحوث عنهم وقام بتخريب نظام المنظمة الأمريكية، مما خلق مشاكل كثيرة أبرزها عدم قدرة النظام على تتبع المبحوث عنهم. وكشفت المخابرات الأمريكية أن جنسية الهاكر مغربية وتعود للمسمى أسامة فرادي ذو 15 سنة، والذي ينحدر من أحد دواوير نواحي مدينة الدار البيضاء. اللحظة اللي تأفشت الصورة ديالي
كل شيء بقى مصدوم. تم تم سمعنا بديت كنهج بسرعة كبيرة بزاف وقلبي كيضرب بالجهد. داك الوقت بدينا كنسمعوا صوت ديال الهليكوبتر في السماء وكنسمعوا صوت طوموبيلات بزاف قدام الخيمة. قبل ما نقول كلمة واحدة اخرى تفرقع الباب بالجهد. دخلوا ديك اللحظة بزاف ديال الرجال كانوا ملتمين وكانوا هازين سلاح، لصقونا كاملين مع الحيط، بقشوا الدار كلها وخرجونا كاملين من تمايا. كان هذا أسوأ سيناريو غادي نعيشو في هاد الاستوار كاملة، وعمرني غادي نساه. خرجونا من الدوار بحل شي مجرمين قتالة، وأنا اللي مشيت للمدينة باش نهز الطراب والوالدية صدقت مرمدو في الأرض. الوالد ديالي مسكين كيبكي، الوالدة حتى هي، خوتي مصدومين. داونا نيشا لكازا، بقاو كيحقو معايا و برأت الوالدين ديالي وخوتي من هادشي كامل اللي وقع. البوليس ماشي مكلخين، من الهضرة عرفوا بلي عائلتي ما عندهم حتى شي علاقة بهادشي. المسؤولين اللي جاو عندي والرؤساء كانت القيمة ديالهم كبيرة بزاف في الدولة. عرفت ديك الساعة بلي ما فيهاش مشيت فيها. الصراحة كلهم تعاملوا معايا مزيان، حتى واحد ما قاصني بيديه. دوزت تقريبا 5 أيام في الكوميسارية. النهار السادس خرجوني منها قدام الباب ديال شقلة ديال عباد الله والصحافة. كنت غادي انا وشادين البوليس، كندور راسي تبان لي شي صحافية ولا شي صحافي قاوري. ديك اللحظة بانت لي وحدة، غير قرات في الميكرو سي ان ان، وقفت ديك اللحظة بصعوبة. Listen, please tell them. Open file number 5 and you will find everything. The password is 2425. قلت لها قولي لهم يحلوا الدوسي رقم 5 وغادي يلقاو كل شيء. وعطيتهم الكود ثم غادي نبيه البوليس. وداوني نيشا لواحد القاعة كبيرة باش نبقى فيها تحت المراقبة. ايام يحقوا معايا لنكون ماشي منظمة ولا شي حاجة، ولكن من كلامي كانوا عارفين باللي انا ما مات شي واحد. واحد الضابط قهرني مسكين في الميدور يشوف فيا كيقول لي قلبتي على صوت والدين. عارفكم كتسألوا شنو هو كاين في داك الدوسي، داك الدوسي رقم 5. الا رجعتو معايا اللور كنت قلت لكم بلي قوة الهاكر كتعتمد على الذكاء، وقلت لكم بلي بديت كنفكر نخلي هاد الوضع للصالح ديالي. ملي كنت كندوي مع جوي المرة الاولى وعصبتها لدرجة هداتني باش تقتلني الا فكرت نخرج من الفيلا. هادشي كامل سجلته، ومادام انا باقي الله عندي 15 عام، اذا في نظر القانون انا مازال قاصر، يعني ممكن يتم التغرير بيا. واخا انا قادر نغرر بمدينة على قده، المدة اللي دوزتها في الفيلا كنت عارف بلي انا تحت السيطرة ديالهم، بلي خاصني ندير اي حاجة كيقولوها ليا. داكشي علاش حاولت نبين ليهم بلي انا معاهم، داكشي علاش كنت كناخد فلوس كنت فرحان بهم، كنخرج معاهم وما كنبين والو. وكان رافائيل كان ديما هاز معاه سلاح، وكنت عارف انا هادشي. الفيروس اللي كنت كنطور فيه وسطو كندير واحد الدوسي مسمي رقم 5. في داك الدوسي فيه بزاف ديال الباتشات غير غادي يدخلوا ليهم، غادي يقدروا انهم يلوكاليزيو التليفونات ديال رافائيل وجويل ويعرفوا فين مشاو ويعرفوا المعلومات كلها اللي في التليفونات، حيت كنت ديجا مخترقهم. بصراحة غادي تبقى فيا غير جويل، ولكن العائلة ديالي أهم. فعلا داكشي اللي وقع. مباشرة من بعد داك التصريح قدروا أنهم يشدوا رافائيل وجويل في مدينة مغنية في ولاية تلمسان. في النهاية بنت العالم على أنني كنت ضحية ديال دوك الناس. جا عندي الضابط وقال لي هاد المستجدات كاملين. كنت فرحان بزاف. الى المخابرات المركزيه توقفات انها تابعني قانونيا، اذا غادي يخليوني نمشي في حالاتي. ولكن صراحه هادشي اللي موقع في النهايه صدقت مشدود على قبل شي حاجه صغيره بزاف، ولكن اللي دار الدنب كيستاهل العقوبه. جا عندي الضابط وقال لي فلتي من اخطر حاجه مصوت والدين،
ولكن وطنيين راه كاينين بزاف ديال المواقع رافعين ضدك شكايه بسبب الابتزاز. حنا غادي نتكلفوا لك بمحامي ويكون خير. الدولة نشر الاصلاحيه قد طالع نازل في المحاكم. دوك صحاب المواقع والو ما بغاوش يتنازلوا نهائيا. في النهايه حكموا عليا بثمان شهور ديال الحبس وتعويض مادي لدوك المواقع كلهم. دوزت تقريبا شهرين في الاصلاحيه والخطه ديالي كانت مازال مسالاتش. الفيروس اللي طورته صعيب بزاف انه يقدر يتحيد من النظام الا تمكن منه مره واحده. ومادام هو باقي حاصل في النظام ديال خوتنا في الله غادي يبقى ديما يخلق لهم مشاكل. وبطبيعه الحال الحل ما يمكن يكون غير عند الشخص اللي صنع داك الفيروس اللي هو انا. دوزت قبل المده السجنيه ديالي. نهار خرجت من الاصلاحيه لقيت فرق ديال الصحافه قدام الباب. كنت صراحه تالف وما عارف ما نقول. اول سؤال جاني هو على سموك الهاكر العروبي. بقيت كنبتسم ديك اللحظه وما عرفت ما نقول. خطفني الوالد من وسطهم وركبت معاه في البيكوب ديال خالي. انقاتني الوالده مسكينه وفرحات بيا. طلق كله ويشد لي في يديا ومشينا نيشان الدوار. والدي واخا هادشي كامل اللي وقع حسيت بهم فخورين بيا. قالت لي الوالده الصحافه كل نهار كيجيو هنايا من برا ومن المغرب والناس بزاف تعاونوا معانا مساكن. وصلت للدوار والخيمات بالبلات بالبشر. الناس كلهم جاو يسلموا عليا. من بعد تقريبا شهرين ملي خرجت من الاصلاحيه بديت كنصب شويه بشويه هاد المشاكل كلها اللي دزت منها. في النهايه قلت الحمد لله حتى كتاب لي الله عمر جديد. بقيت كنخرج انا والواليد مره كنمشي معاه ومره كنسرح البهايم. كنت باغي نرجع ديك الحياه باي طريق، الحياه القديمه اللي كان دماغي فيها خاوي. عمر غير بتشفل ياوب فري فاير. واحد العشيه كنت راجع انا والواليد من بعيد بات لينا طوموبيل كبيره كحلا جايه وقف الوالد وقال لي يا ربي السلامه ياك ما البوليس هادو ياك ما درتيش مصيبه عاوتاني. قلت لا الوالد ما درت والو الله يهديك. راني من نهار خرجت من الاصلاحيه وانا التليفون ما شديته بين يدي. الطوموبيل كانت جايه قاصده الدوار ديالنا. ملي دخلت ما وقفت غير قدام الخيمه ديالنا. نزلوا منها جوج ديال الرجال. مشيت ديك الهضره انا والوالد وعرفوا بنفسهم دوك الرجال بلي هما من البوليس. قلبي كان غادي يسكت بالخلع وقلت صافي غادي يرجعوني للحبس ولا يمكن الدوسي ديالي رجع من جديد ويمكن عاوتاني غادي يكون داك عثمان ولا البلان اللي كنت درت ليه. قالوا لي في الطوموبيل كاين واحد مسؤول امريكي جا عندك خصيصا باش يتواصل معاك. قلت لي مرحبا به قول لي ينزل بقى كنشوف فيا داك البوليسي. ومشى عندك المسؤول وقال لي شنو كاين. خرج ديك الساعة من الطوموبيل ودخلنا الخيمة لداخل. حطات لي من الوالد البراد دالة شاي مسمن وبقيت كندوي انا وداك القاوري. الوالدة مسكينة كانت مصدومة من بعيد و مرة مرة كتطلع عليا وكيفاش كندوي بلونجلي. داك المسؤول كان من المنظمة الأمريكية. الخطة كيف ما رسمتها في بالي صدقات. دوالي على المشكل اللي وقع لهم في النظام ديالهم بلي ما بقاش قادر انه يخدم ولا كيخدم واحد مده ومن بعد كيخسر. وقال لي بلي شفنا مع افضل هاكرز في العالم وكلهم قالوا لنا بلي مول الفيروس هو اللي يقدر يحل لكم هذا المشكل هذا. قلت لي غريب ولنفترض انه الهاكر مات. بالعكس اي فيروس كيف ما كان يقدر يتحيد غير هو خاصو شويه ديال الوقت وكيطلب مجهود نفسي وبدني وبزاف ديال الحوايج. ولكن اغلبيه الهاكرز كما كيبغيو يخدموا هاد الخدمات هادو كيبغيو داكشي ساهل وانت راك عارف. قال لي اسمع حنا محتاجين المساعده ديالك نوفروا لك كلشي وقاد لينا المشكل. قلت لي واخا. مشيت ديك الساعه بدلت حوايجي وتحركت معاهم نيشا الكاسا. موقفنا غير قدام اوتيل سوفيتيل. كانوا جوج ديال القاوريات في ديك القاعه اللي دخلت لها.
إذا كيسلموا لي بحال كيسلموا على شي نجم كبير في العالم. جلست معهم ديك اللحظه وحطوا لي البيسي وبديت كنقاد في ديك الروينه اللي درت. حليت السيرفر ديالي وخديت منه داك الشيء كامل اللي كنخدم به، الكودات والباتشات باش كنخدم. واخا كنت قادر نحل المشكل في دقيقة، دوز فيه تقريبا ساعتين كنبين ليهم بلي كنضرب تمارة كنتقاتل، وبينت ليهم بلي صعيب بزاف. في النهاية حليت ليهم المشكل. في داك الوقت نقزات وحدة من دوك القاوريات وقالت لي: شنو كدير في حياتك دابا؟ واش كتقرا؟ قلت لها: هاكر وعاطل عني العمل. بقاو كيضحكوا هذيك اللحظة. قالوا لي: واش تبغي تخدم معانا؟ حبست الضحكة هذيك اللحظة من كثرة الفرحة وبينت قالة. قلت لهم: غادي يكون لي شرف كبير بزاف نخدم معاكم. حسيت بهم ديك اللحظة بحال كانوا كيتسناو غير الفرصة المناسبة اللي يفتحوا معايا في هذا الموضوع، ونعطيهم الموافقة. وكانوا موجدين كل شيء، جبدوا واحد الدوسي فيه كونترا وعطاوني قريت 4 ديال الورقات، قريتهم كاملين على خاطري وسينيت دوك الوراق. وبداو كيتعانقوا ديك اللحظه كاملين وكيسلموا على بعضياتهم. في الوقت اللي ولا مسؤول جا عندي الاصلاحيه من المغرب ولا دوا معايا الامكانيات ديالي، زعما نخدم في امن الدوله ولا شي بلان بحال هكا. كنت قريت الصراحه شحال هادي واحد المعلومه وكاع ما كنت مصدقها كاع، باللي القيمه ديال الهاكر في المغرب ما كايناش كاع عكس اوروبا ولا امريكا. بقيت معاهم في الاوتيل وتعشيت معاهم وعاودت لهم داكشي كامل اللي وقع بالتفصيل الممل، وخذوا التقرير كامل ديالي. من بعد رجعوني للدوار وبقاو كيتواصلوا معايا من بعيد. ما كملاش تقريبا 4 شهور قادوا لي الوريقات ديالي ومشيت معاهم الميريكان. الخطه كيف ما رسمتها مع بالي صدقات، وليت عنصر مهم في الحمايه في اشهر منظمه في ميريكان اللي كتشتغل تحت جناح ديال المخابرات المركزيه الامريكيه. الخلاص كان طالع بزاف والظروف كان زوينه بزاف. قدرت داك الوقت نبدا نعاون الوالدين ديالي ونشري لهم داكشي كامل اللي نفسهم فيه. والدي اللي كانوا فرحانين بزاف وكانوا فخورين بيا، وكنت كل نهار كندوي معهم ابل فيديو وكنشوف ديك الفرحه في عينيهم، وكنحس بلي درت شي حاجه في حياتي. ما كاملاش عام بنيت لهم واحد فيرما كبيره في الدوار كبر من ديال القيد، حيت ما كانوش باغيين يتحولوا من تمايا. ودابا انا في عمري 25 عام، هاكر اسود والقبعة السوداء، وسط مجموعة هاكر ذوي القبعات البيضاء والحدود ساعة. داك الفيروس مازال كنطور فيه، وبقيت محافظ على نفس السمية الهاكر العروبي. كانت هذه القصة ديالي، فيها مساج خفيف ظريف، ماشي عيب تكون عروبي والدوار. المهم هو انك توظف الدماغ ديالك وتحاول تطور من نفسك، واي حاجه بغيتيها وبغيتي تتعلم ليها تعلم، ما غاديش يجي بالهضره ولا بنهار ولا يومين ولا 3 ايام ولا عام كاع. التعلم كيجي بتمارة بسهر الليل وكياخذ وقت طويل، وخاص يكون عندك النفس الطويل، وكون اكيد انه في النهايه غادي توصل لداكشي اللي باغي توصل ليه، حيت هذا هو القانون ديال الحياه. النصيحه اللي غادي نقول اي واحد فيكم، اي واحد باغي يتعلم شي حاجه، يحاول يبدا من الاساسيات من الجدر، وعمرك ما تكون زربان في هاد الامور هادي، حيت تقدر تتعلم ولكن ما غاديش تكون الافضل. وفي الحياه دائما خاصك تكون مميز، وعمرك ما ترضى بالمرتبه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه وتقول ماشي مشكل. لا، ديما اطمع في المرتبه الاولى، ديما اطمع انك تكون مميز، ديما اطمع انك تكون رقم واحد، وثق في راسك. وعمرك ما تستنى المجاملات من عند الناس يقولوا لك انت واعر انت كاين، ديما ثق في راسك انك انت كاين. وكون اكيد انه طريق النجاح ماشي سهل، طريق النجاح طويل بزاف وفيه بزاف ديال المشاكل، شوك عراقيل، خاصك دائما تطيح وتعاود تنوض، وفي النهايه غادي توصل. كانت هذه القصه ديالي، كنبغيكم بزاف الخوت، وشكرا للمتابعه ديالكم، وشكرا حيت كتسمعوني واخا بعد مرات القصص كيكونوا طوال. وكنبغيكم بزاف حيت وصلتوا لهذه النقطه بالذات، وبغيت نقول لكم شكرا شكرا شكرا. كنموش عليكم، وديما سفيان ستوريس.
كانت هذه هي نهاية القصة. إذا كنتي أول مرة غادي تشوف قناة سفيان ستوريز، خلي اشتراك لايك وما تنساش ديما سفيان ستوريز. يا ربي سهل لك هذا الشيء. يا ربي آمين.